بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة هيكون ضيفي في الفقرة الأولى نجم الكبير كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، هتكلم معاه في تفاصيل فنية كثيرة. أيضا في الفقرة الثانية هنرجع مرة أخرى للأرقام والتحليل مع أحمد ثابت وكريم سعيد. أولا خليني أبدأ مع حضراتكم بأول حاجة، طبعا مبروك لكل جمهور النادي الأهلي ومبروك لكل اللاعبين وكل الجهاز الفني الصعود إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى بعد التعادل 3-3 مع سيمبا 2-2 في المباراة الأولى ثم تعادل 1-1 في المباراة الثانية. عايز أقول لحضراتكم حاجة قبل بس ما ابتدي أتكلم في أي شيء. الأداء لم يسعد كثير من جمهور النادي الأهلي، وبالمناسبة لم يسعد اللاعبين برضو، مش تبقوا حضراتكم عارفين مشكلتنا. أو البعض بيرى أن احنا عندنا مشاكل، احنا ما عندناش مشاكل. بالمناسبة انت عملت ماتش جيد النهاردة باستثناء إضاعتك للفرص الكثيرة، ولكن انت طول الماتش عندك نسبة استحواذ كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي. عندك كرة ماشية من ناحية عندنا ميس باس واضح في بعض الأوقات في أول 5 دقايق أو 10 دقايق، ولكن بعد كده أنت مستحوذ على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. الفريق التنزاني لم يذهب إلى ملعب النادي الأهلي إلا كرة واحدة تقريبا اللي شالها محمد الشناوي أو هجمتين، وحتى الجون اللي دخل يعني أنا ساعتها ما كنتش واخد بالي إن محمد هاني واقع، فكنت عمال أقول، لأن أنا كنت بلعب باك رايت في هذا المكان يعني، كنت عمال أقول لا هو محمد هاني فين؟ محمد هاني يعني كان واقع او خد خبطه وهي فاول واضحه جدا، فالكره لما اتلعبت فالحته مكانه فاضيه لانه كان من المفترض ان هو يعني يبقى موجود في هذا المكان. وبالتالي انا شايف ان احنا عملنا ماتش على مستوى الاستحواذ وكره القدم وكره ماشيه يمين وشمال، هو ماتش مش وحش، ماتش يعدي، ماتش انا بسميه ماتش تجاري. هتقولي يعني ايه ماتش تجاري يا عم اسلام؟ اقول لك يعني احنا في بعض الاوقات في ماتشات انا عايزها يعني عايزها تخلص. انا كلاعب يعني انا بتكلم على اللعيبه كيف تفكر، عايزها تخلص ليه؟ لان الماتش اولا وسط الاحداث اللي احنا فيها واللي احنا بنشوفه بيحصل في غزه، محدش له نفس حتى يعني لولا ان هذه هي الحياه ولازم كل يوم نطلع نتكلم مع حضراتكم، ما كانش حد هيبقى له نفس ان هو طالع يتكلم وسط كل هذه الاجواء اللي بتحصل. ولكن وخلي بال حضراتكم، ما هو اللعيبه اللي امام حضراتكم متاثرين، اللعيبه اللي امام حضراتكم متاثرين بوجود الجمهور اللي انا بشكره كالعاده. انا الحقيقه دايما بشكر جمهور النادي الاهلي، ليه؟ لانه جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيودينا في حته تانية، هو اللي بيخلينا نبقى كويسين حتى لو احنا وحشين. خدوا بال حضراتكم هي مباراه ليست صعبه، زي ما قلت لكم انا طول الاسبوع اللي فات يمكن كذا حد يقول لي يا عم اسلام انت ايه اللي قلقان من ايه؟ قلت لكم، قلت للاصدقاء اللي بيكلموني قلت لهم الان من الشكل العام، الان من الاحداث اللي بتحصل، الان من احنا كمصريين عاطفين شويه، فهتلاقي اللعيبه دي متاثره 1000000% من الاحداث. بنضحك وبنهزر وبنعمل كل حاجه على قد ما بنقدر، لكن في النهايه انا متاثر، كلنا متاثرين كمصريين باللي بيحصل والمجازر اللي بنشوفها كل يوم. فعشان كده انا بقول لحضراتكم مش عايزين نبقى قاسيين حتى في الاوقات اللي بيبقى فيها لعب. من وجهه نظري كابتن محسن صالح الله يديله الصحه كان يقول لك دايما في ماتشات كده تتلعب انتوا ما كنا بنلعب معاه، كان هو المدير الفني وانا كنت لاعب، يقول لك في ماتشات كده يقول لك ايه انا عايزكم حتى تلعبوا الماتشات دي لعب تجاري، اللي هو تكسب الماتش عشان تخش في اللي بعده، او انت بتفكر في الماتش اللي بعده اكتر من الماتش اللي انت بتلعبه. وده اللي حصل وده كان واضح على كل اللاعبين، اللعبة كلها بتفكر في المباراة القادمة، بتفكر ازاي هتلعب ضد سان داونز. اللعبة كلها وكل الجمهور، انا امبارح تحديدا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الامر، النهارده بعد نهايه المباراه تعليقات كثيره وكلام كثير من بعد نهايه المباراه على السوشيال ميديا وفي الاستوديوهات التحليليه وانتقادات لتاخر التغييرات وكلام من هذا الشكل بالنسبه لكولر. كولر مدير فني شايف ان هو مش عايز يغير فمش هيغير.
يعني يمكن النهارده في المؤتمر الصحفي خلت الراجل من كتر الاسئله على التغييرات، قال لهم يا جماعه التغييرات دي في قانون كره القدم، يعني انا القانون قال او الزم المدرب ان هو يعمل التغيير. عند شويه هوري حضراتكم تصريحات، ولكن فيما يخص بعض اللاعبين العائدين من الاصابه زي امام عاشور وموديست، ووضح السبب عدم اشتراكهم في هذه المباراه. ليه؟ لانه هو شايف من وجهه نظره ان اللعيبه ما اتمرنتش، امام لسه بيديله 50-60% زي ما هو قال في التمرين، فهو الراجل بيلعب الناس في الملعب على حسب التمرين. اكيد انا زي الجمهور، اكيد عندي تحفظات وبحب اشوف الاداء الممتع على طول، ولكن واحب طبعا استغلال الفرص يبقى على اعلى مستوى، واني اعمل نتيجه كبيره على اي منافس. ولكن هرجع اقول بعد ما سمعت كولر في المؤتمر الصحفي عذرته بصراحه، المدير الفني مش انا اللي اقرب واحد من اللعيبه بالمناسبه ولا حضراتكم، هو المدير الفني هو اللي بيبقى شايف اللعيبه كلها قدام عينه في التمرين، هو الوحيد اللي شايفهم وعارف مين جاهز ومين مش جاهز ومين يلعب ومين ما يلعبش، مش مهم يبقى قالب وشه ولا مش قالب وشه، مين بيركز ومين مش مركز. وكولر ميزته ان هو واقعي وواضح ومباشر، ملوش في اللف والدهران. وانا قلت لحضراتكم امبارح يمكن الجمهور يقلق امتى؟ الجمهور يقلق لو الفريق ما بيوصلش لمرمى المنافس، لكن طول ما انت بتوصل فانت هتسجل ان شاء الله، اكيد مليون في المية هتسجل زي ما حصل النهارده. والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى، بعد ما الجون دخل فينا انا لم اقلق، ما قلقتش فهمتوا ثانية، ما قلقتش، لان انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي لما هتعوز قامت دايسه جابنا جول. وبتوصل، وقبلها لعيبه النادي الاهلي بتوصل في المباراه السابقه وفي المباراه دي. هل ده معناه انه ان احنا احسن حاجه وافضل حاجه؟ لا انا ما بقولش كده، ولكن انا بقول ان مباراه وعدت، مباراه وانتهت، معظم لعبتنا لم تكن في مستواها، عادي بتحصل، ماتشات بتحصل يعني. مش عايزينها تتكرر تاني؟ مش عايزينها تتكرر تاني طبعا. طبعا مش عايزينها تتكرر تاني. وبالمناسبة الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم تقريبا كولر قاله في المؤتمر الصحفي، أنا ما يعني أنا ما كلمتوش، ما اتفقتش معاه ولا حاجة، ولكن إحنا كرة القدم فيها حاجات واضحة. قال الراجل قال الفريق بيوصل كتير وبيصنع فرص، لكن عفوا لم يستغل، يعني لا تستغل بالشكل الصحيح. هي دي المشكلة اللي عندنا. أنا عندي فريق واحد، وجهة نظري أن فريق النادي الأهلي هو الأفضل في أفريقيا. عندنا بعض عدم الثبات في المستوى كبداية موسم، أو بقالنا 3 4 5 ماتشات بس اللي بنلعبهم في الموسم، يبقى خلينا ننتظر ونقف ورا فريقنا ونفضل في ظهر فريقنا، لأنه في النهاية أعتقد أن سان داونز كسب المباراة الأولى 2-0، ما اعرفش المباراة قبل ما اخش لحضراتكم كانت في الدقيقة 60 ولا 65، وكانت النتيجة 0-0، خلصت 0-0، خلصت 0-0، وبالتالي تأهل سان داونز اللي هنلعبه يوم الأحد اللي جاي. مش عايز حضراتكم تبقوا قاسيين، ولكن في نفس الوقت وأنا مش هبقى قاسي، لأنه أنا شايف إن أنا عندي أفضل مدرب، أفضل سكواد. حضراتكم هذا الفريق هيسافر يوم الخميس، على ما يعني غالبا هيسافروا الخميس يلعبوا ماتش الحد، يرجعوا يوم الاثنين يلعبوا ماتش الاربع ضد سان داونز. يجب ان يكون هناك مسانده كبيره ودعم كبير للاعبين والفريق. شكرا ان انتوا، احنا صعدنا، مش المستوى ومش هنتكلم في كل الامور دي، ولكن احنا صعدنا، خلينا بقى ننتظر المباراه القادمه. المباراه القادمه ما فيهاش الكلام اللي حصل النهارده، وهنتكلم في الموضوع ده الوقت اللي جاي. فمش عايزين نبقى قاسيين على لعبتنا، بالعكس لعبتنا دي اللي دايما مفرحانا ودايما بسطانا، نفضل في ظهرهم ونقول لهم ايه؟ احنا في ظهركم النهارده، ماشي يا سيدي انت وهو عذرينكم النهارده، عايزينكم بقى ماتش سان داونز تورونا النادي الاهلي، النادي الاهلي بتاع التلاتات والاربعات اللي بيكسب تلاتات واربعات، مش حاجه تانيه. عايزين نشوف كولر بتفكيره، مش عايز تغير ما يغيرش، هو حر، ولكن يعني انا عندي لعيب وحش ما غيروش ليه؟ عندي لعيب تعبان ما غيروش ليه؟ هو حر، انت في النهايه هو اللي بيتحاسب. ولحد دلوقتي الراجل الحقيقه عامل افضل حاجه مع النادي الاهلي، افضل انطلاقه في السنه وشويه اللي قعدته.
فخلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه، ولا نملك الا ان احنا نكون في ظهر هؤلاء اللاعبين اللي دايما بيسعدونا خلال الفتره اللي فاتت ودايما بيفرحونا وبيسعدونا. خلينا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر ونرجع نكمل كلامنا مره اخرى. كنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل طول المباراة بنلعب قدام، ضيعنا كمية فرص تاني، المباراة التانية على التوالي بنضيع فرص كتير جدا، الشوط الأولاني بالذات ضيعنا كور كتير، الشوط التاني برضو كملنا تضيع أهداف مش بنفس عدد الشوط الأولاني، لكن احنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل. المنافس طول المباراة بيحاول ان هو يقف تحت الكورة، مستني بيدافع ومستني ان احنا نغلط مرة أو اتنين، هو ما راحش على الجون تقريبا غير مرتين أو ثلاثة، وهو مستني ان احنا نغلط، وللأسف احنا ساعدنا على ده ان احنا عملنا الأخطاء اللي هو مستنيها مننا. الجون اللي هم جابوه كان هاني واقع على الأرض، محدش كان باصص، لا معرفش حد، المفروض كانت الكورة فاول، لكن الكورة عدت ومشيت. لعبتنا كانت المفروض انها تبقى تركيزها اعلى من كده لما يلاقوا ان لعيب واقع على الارض من عندنا، ان هم يبقوا عارفين ان احنا عندنا نقص عددي، تركيزهم في اللحظه دي لازم يبقى زايد اكتر، يكون عندهم وضوح في الرؤيه اكتر، يكون عندهم اصرار وعزيمه اكتر ان هم يطلعوا الكوره طالما الزميل بتاعهم واقع على الارض. لكن للاسف ما حصلش وهم جابوا جون، الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نرجع في النتيجه ونجيب التعادل مستحق جدا. بعدد الفرص اللي احنا ضيعناها النهارده كان المفروض نكسب بنتيجه مختلفه تماما او بشكل مختلف. المنافس كمان راح جاي له فرصه في اخر ثانيه في المباراه المفروض ما تحصلش خالص خالص، قررها اكتر من مره ان ده مش مقبول اطلاقا، ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره جدا في الفرقه، ومفروض ان احنا ما ينفعش ان احنا في لحظات زي دي في المباراه نسيب الكوره بالشكل ده، وان احنا من اخطاء بالشكل ده تكلفنا فرصه خطر جدا، لكن في النهايه ده هو المستحق مجموع المباراتين. والحمد لله معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول، لان رؤيتي مختلفه تماما، انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل، مسيطر عليها اكتر كمان الماتش الاولاني، مسيطر عليها لمده 90 دقيقه، المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين. لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير، ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها، لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما، ان انا مكتف منافس قوي جدا، ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه، ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0، لان انا لازم احترم المنافس اللي قدامي، احنا بنلعب فرقه برضو محترمه يعني. لكن احنا المشكله الوحيده النهارده ان احنا ما جبناش اهداف، لو كنا جبنا اهداف الكلام كان هيتغير، لان احنا مسيطرين بالطول والعرض على المباراه، فانا معترض بس على نقطه الاداء. الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جول، عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على الحافه فعلا، انزل لاعب لسه هياخد رتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس، فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كانت الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. مودست كان عيان جدا، رقد تقريبا 3 أيام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب، بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التأهيل حتى مش مع الفرقة، امبارح كان أول مرة ينزل مع الفريق، كان تمرين امبارح أصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد، فهو لغاية دلوقتي ما يعتبرش عمل أي تمرين قوي مع الفرقة من ساعة العودة من الرقدة اللي هو كان فيها لأنه كان عيان جدا، فالموضوع ملوش دعوة بالثقة ولا أي حاجة، هو بس عشان خاطر طالع محتاج بس كام يوم تمرين مكثف وهيبقى معانا إن شاء الله، ملوش علاقة بالثقة. بالنسبه لامام، من بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه، هو بقى له دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، مفيش تمرين، عارف يعني حاسس ان هو مش مديني 100%، كل تمرين بينزل يزك شويه ويجري خفيف ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشده، فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف في ايه، انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها ونكشف عليه مره تانية نشوف ماله، لان ولو طلع ما فيش حاجه لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف التمرين وينزل ماتشات 100%، تتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش، فلازم نطمن عليه الاول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه. بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني، الشوط الاولاني احنا مضيعين كور كتير واحنا متفقين على كده، كهربا وبريسيتاو احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني الماتش اللي هناك. لما الشوط الثاني هم بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هم من ضربتين ثابتين، واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا يعني غريب، خطا فردي في الجون الثاني في كورنر،
الجون الاولاني برضو ضربه ثابته، ما بقولش ان دي مش اخطاء، اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض، لكن مش كورتين من لعب مفتوح يعني، هم الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح. بالنسبه للماتش هنا سؤالي لحضرتك، هم عملوا كام فرصه النهارده؟ وده برضو نفس كانت مشكله الماتش الاولاني قررت النهارده، دي مشكله السنه اللي فاتت يعني، انا نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه ال 18، شراسه اكتر جوه ال 18. لازم الفرص اللي بتجي لنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3 4 0 مثلا، خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من اللعيبه اكتر من كده بكتير جوه ال 18. في النهاية الحقيقة هو تأهل من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من جمهور النادي الأهلي، هو تأهل مستحق إلى نهائي أو نصف نهائي لمواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي اللي خلاص هيلاقي النادي الأهلي. طبعا التركيز هيكون منصب على هذه المباراة في المرحلة القادمة، وبعد كده إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن احنا يعني ناخد كل مباراة بالمباراة، يعني ننتظر لغاية يوم الحد اللي جاي، النهاردة وبكرة وبعده وبعده، كل الدعم للاعيبة النادي الأهلي، كل المساندة لكل اللاعبين. ممكن تبقى وحش في أو أقل أداء من المباريات اللي فاتت، ولكن أهم حاجة حققت ما هو مطلوب، الفوز والوصول إلى الدور اللي بعد كده. في المباراة اللي جاية الأمور دي يجب أن يكون التركيز 100% 100% مش حاجة تانية. عشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل ونساند وندعم فريقنا خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. هنتدارك كل اللي حصل في مباراتي سيمبا، لأنه بالتأكيد المواجهة أمام سان داونز 100% 100% هتكون مختلفة، سواء في بريتوريا أو في استاد القاهرة، ولا بد من حسمها، لأن النادي الأهلي دائما بيكون عينه على البطولة ولا شيء غير البطولة. عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. في مباراة اتسمت بدعم القضية الفلسطينية، شهدت الروح العالية من قبل الجماهير الأهلاوية التي حرصت على التبرع بدمائها لصالح أشقائنا في فلسطين الحبيبة. المارد الأحمر نجح في بلوغ نصف نهائي الدوري الإفريقي، البطولة المستحدثة على حساب سيمبا التنزاني من على أرض قاهرة المعز، كما عودنا في تاريخ لقاءات الفريقين. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد التعادل مع سيمبا بهدف لكل منهما ضمن أيام ربع النهائي، سجله محمود كهربا الذي تمكن من تسجيل هدفه 13 في تاريخه مع الأهلي بالبطولات الإفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل منهما سجلهما رضا سليم ومحمود كهربا، وذلك بعد تعادله ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين. بدأ الأهلي المباراة بقوة وبضغط مبكر على دفاعات فريق سيمبا، محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف هدف المبكر، مع تحركات هجومية ومحاولات مستمرة للسيطرة على وسط الملعب وشن أكثر من هجمة على دفاعات سيمبا، لكنها لم تترجم إلى أهداف. نجح المارد الأحمر في التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي، وكلنا ثقة بالوصول لنهائي البطولة الجديدة والمنافسة على لقبها. طيب قبل ما نروح لفقراتنا خلينا نقول لحضراتكم خبر مهم، تحديد موعد سوبر اليد المصري بالإمارات. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد الموعد الرسمي لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بإمارة الفجيرة. وقال الاتحاد في بيان، المباراة ستقام يوم السبت 9 ديسمبر المقبل تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتحت رعاية سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وقال نبيل محمد عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد،
فكره استضافه كاس السوبر المصري لكره اليد ما بين الاهلي والزمالك مستلهمه من الخطه الاستراتيجيه للاتحاد والتي كان من ابرز معالمها فتح افاق جديده امام كره اليد الاماراتيه والمساهمه الفاعله في انشطه اللعبه اقليميا ودوليا. اذا يوم 9 ديسمبر مباراه الكاس السوبر المصري لكره اليد ما بين الكبيرين الاهلي والزمالك في الفجيرة في الإمارات في إمارة الفجيرة. خلونا نبدأ مع حضراتكم أول فقراتنا، فقرة حائط صد. الحقيقة حائط صد النهاردة مش هينفع ما اتكلمش فيها عن بعض المحللين اللي اتكلموا عقب المباراة، عقب مباراة الأهلي وسيمبا. يعني في رأيي الشخصي لازم كمحلل تفرق ما بين تحقيق الهدف والصعود لنصف النهائي وما بين رؤيتك الفنية للي حصل في الملعب، خصوصا انه للأسف الفترة الأخيرة التحليل بقى على حسب النتيجة مش الأداء. يعني ايه؟ يعني انت لو متعادل الناس تقولك انت يعني لو كسبان هتلاقي المحللين كتير يقولوا لك ايه شعر في لعيبة الأهلي واحد ورا واحد، حتى لو المباراة ليست جيدة ويقولوا بقى شعر برضه في كولر، خلي بالكم. لكن لو متعادل مش بقول خسران، هتلاقي بعض المحللين يطلع يقول لك ايه اصل كولر كان وحش، هو المسؤول واللعيبه متراجعه و و و وتسمع بقى كل الانتقادات اللي بتحصل. قلت لحضراتكم من فتره كده ان التحليل مش باللقطه. يعني ايه مش باللقطه؟ التحليل بالموضوع. يعني انا ممكن جدا احلل بطوله الدوري الافريقي، اجي احلل بطوله الدوري الافريقي الاقي النادي الاهلي خد بطوله الدوري الافريقي في بعض المباريات الغير جيده زي السنه اللي فاتت وانا بلاعب سان داونز اتغلبت 5-2. خلاص كل الناس قالت لك ولازم يمشي واللعيبه تمشي وكولر يمشي. حضراتكم فاكرين هذا الكلام ولا مش فاكرينه؟ اكيد فاكرينه مع بعض. قلنا ان كولر لازم، مش احنا، بعض من لا يشجع قال لك لازم كولر يمشي والناس تمشي وكل الناس تمشي، ولكن بعد التفكير الهادئ الناس كملت وخدت البطولة في نهاية الأمر. هل ده معناه أن الفرقة كانت كويسة في اليوم ده؟ لا طبعا، كنا وحشين جدا وحدة من أسوأ المباريات، ولكن في النهاية لما تيجي تحلل اليوم كله أو تحلل البطولة كلها هتجد أن أنت بتتكلم عن النادي الأهلي أنه هو فاز في البطولة، مش اتغلب 5 في مباراة في المجموعات فكان وحش فده معناه أنه هو هيفضل وحش. لا، النادي الأهلي ما بيتحاسبش بالقطعة، نادي الأهلي ما بيتحاسبش بالمباراة، نادي الأهلي بيتحاسب بماذا فعل، أو الإدارة بتحاسب المدير الفني في أي لعبة بالمناسبة بهذا الشكل. التحليل الفني له تفاصيل كتيرة جدا، وأولها إنك تشوف الفريق بيوصل للمرمى الخصم بقد إيه، بمعدل كم مباراة، كم مرة أنا آسف في المباراة، وبيسجل كم هدف من الأهداف المتوقعة، ولو ما سجلش ليه؟ تفاصيل كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها. ولكن التحليل بتاع اللقطة هي النتيجة كام؟ النتيجة 1-1؟ المباراة وحش، كولر وحش، كولر مغيرش، أصل مش عارف مين مش قادر يجري، اللعيبة كلها وحشة، اللعيبة دي مش هتاخد البطولة، اللعيبة دي كذا. ماشي، كل واحد حر وكل واحد يقول اللي هو عايزه، ولكن افتكروا أن هناك أيام أو أمور كانت بتحصل قبل كده أو بعض المباريات السابقة اتغلبنا ولكن في نهاية الأمر أو نهاية المشوار خدنا البطولة. هقول لما نكسب نقول له كل حاجة حلوة والأمور حلوة والدنيا لطيفة وكل حاجة حلوة، صح؟ لكن أول ما نخسر كل حاجة وحشة، أو لا قدر الله يعني نخسر أو نتعادل، يقول لك كل حاجة وحشة والإدارة وحشة والجمهور وحش واللعيبة وحشة والمدير الفني لازم يمشي. مش هو ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بنسمعه؟ أنا وجهة نظري إن مثل هذه الأمور هي كلام الحقيقة مش صحيح. بعيدا عن التحليل الفني بالمناسبه، لانه ممكن جدا انتقد اداء النادي الاهلي النهارده، ما عنديش مشكله ان حد ينتقد اداء النادي الاهلي النهارده، اللي عايز ينتقد ينتقد، ولكن ما هو ده الاهلي اللي كان كسبان من اسبوع 4-0 و3-0 وكسب المباراه الاولى. احنا كلنا قلنا ان هو في الشوط الثاني في المباراه اللي فاتت امام سيمبا، المباراه دي كانت الشوط الاول تخلص 3-4، فكانت المباراه سهله والفريق جيد، فريق سيمبا فريق جيد وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي كان افضل في كل شيء في المباراه الاولى في الشوط الاول. كل ده احنا قلناه واتكلمنا مع حضراتكم فيه. والنهارده بقى حتى لو ده عكس التيار اللي ماشي، لكن اداء النادي الاهلي
من حيث صناعة الفرص كان جيد. دايما بقول لحضراتكم في هذا البرنامج أنا لا أتكلم عن السلبيات، يعني ضيوفي بنتكلم عن السلبيات وبيقولوا أن عندنا سلبيات 1 2 3 وبنعملها وبنقولها، ولكن أنا شخصيا دايما دي طريقتي هنا في قناة الأهلي، في خارج قناة الأهلي، لما باجي أتكلم بتكلم غالبا على الإيجابيات، خصوصا في فريق زي باسم النادي الأهلي. إيجابيات إيه النهاردة؟ صنعت فرص كثيرة جدا. طب السلبيات؟ السلبيات إن إحنا عندنا عدد ليس بالقليل من اللاعبين مش في مستواهم الفني في التوب. لا، بنتكلم وبنحلل بواقعية وكل شيء. وقلت لحضراتكم في هذا المكان ان المباراه دي يا جماعه مش سهله، محدش يقول لي اصل احنا هنكسب وهنكسب، يلا هنلعب صن داونز امتى؟ اديكم شفتوا في ثانيه الكره بتتغير. عندنا مشكله في عدم استغلال الفرص بالشكل الامثل، واضحه جدا، هي دي محتاجه كلام. لكن كولر، لا، كولر مدير فني جيد، مش جيد، مدير فني ممتاز، مش وحش عشان النهارده اتعادل فيبقى وحش، ما ينفعش. وبعدين ما هو حقق الهدف وهو الصعود للدور النصف النهائي، ولا خسر ولا بره ولا جوه. امال لو كان خسران كنا عملنا ايه؟ المباريات اللي زي دي بتخليه هو نفسه يفكر ويفكر خلال المرحله القادمه كيف سيلاقي سان داونز. فريق سان داونز افضل من سيمبا 10 مرات، ولكن فريق النادي الاهلي اللي احنا عارفينه افضل من فريق النادي الاهلي اللي شفناه النهارده 10 مرات برضه. وبالتالي تقدر تكسب؟ اقدر اكسب. ما ينفعش للنادي الاهلي يتقال مثل هذا الكلام، وده انا هتكلم فيه النقطه اللي جايه على طول اما اخلص هذا الامر. يعني التحليل دائما بيحتاج تركيز في تفاصيل كتيره جدا. مفيش مدرب بيجيب 5 بطولات في موسم ويبقى مدرب بقى وحش عشان ماتش كان مستوى اللعيبه قل او غير او ما غيرش، فنطلع نقول عليه اصل هو مدرب وحش ما عندوش فكره وده لازم مش عارف ايه. الكلام اللي حضراتكم بيتقال ده والله بجد انا بقعد اتفرج واسمع واقعد اضحك. ما هو لو في اخطاء ما هتتصلح، لكن لما تكون محقق هدفك ان انت تصعد، طب ليه؟ ده اللي تبقى بقى حاجه اسمها ما اعرفش، انا الحقيقه ما اعرفش اسميها ايه. تلاقي ان الناس بتتكلم وان انت عامل كل حاجه جيده خلال الفتره اللي فاتت، مش بتكلم على مباراه النهارده تحديدا، خلال الفتره اللي فاتت عامل شكل جيد جدا، فدلوقتي انت اصبحت وحش. حاجه غريبه جدا جدا جدا. بالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم قبل ما اتكلم في الفقره الثانيه، فقرتنا بالعقل، وانا جاي بسمع ماتش سان داونز في الراديو او اتفرجت شويه، الحقيقه كل الناس مجتمعه على ان فريق سان داونز ده انا هلاعب سوبرمان، انا هلاعب سوبرمانز، يعني اللي هم ال 11 واحد كلهم جامدين قوي وافضل فريق في التاريخ. وعلى فكره انا بحترم فريق سان داونز وبشوف ان فريق سان داونز واحد من الفرق الجيده جدا في القاره الافريقيه، وقلت الكلام ده السنه اللي فاتت بعد مباراه سان داونز. بعد هذه المباراه يا جماعه النادي الاهلي فرق كبير جدا 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 ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر مهما كان، وانا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها. سان داونز فريق جيد، انا قاعد والله العظيم قاعد عامل كده وعمال اسمع، وقعدت اتذكر واحط في خيالي كده هو اخر بطوله خدها فريق سان داونز المرعب القوي الجامد جدا الاحسن فريق في التاريخ. والله بسمع كلام يعني غريب جدا، احسن فريق، ده فريق جامد جدا، ما حدش والله بسمع هذا الكلام من محللين في اماكن مصريين، ودلوقتي سمعتهم وانا جاي او هنا او هنا او هنا. هو فريق سان داونز يا جماعه قولوا لي كده اخر 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 بطوله خدها امتى؟ 2016 لما كسب الزمالك في الفاينل، صح؟ يعني عدى عليه 2017 و18 و19 و20 و21 و22 و23 7 سنين ما خدش بطوله. السنه اللي فاتت فريق سان داونز 22 فريق سان داونز كسب الاهلي صاحب البطوله 5-2. انا بالنسبه لي وك
الكلام ده مهم جدا جدا ان احنا نضعه في حساباتنا. فريق جيد وكويس وهايل ورائع وبيلعب كره حلوه ويقعدوا يلفوا وحواه وجامدين وسوبرمان وكل حاجه عايز تقولها قولها. عندهم حارس مرمى عظيم وحارس مرمى قوي وكل حاجه وبيلعب برجله. ده في ناس والله العظيم في ناس وصلت ان هي تقول دلوقتي انه حارس مرمى سان داونز افضل من لعيبه موجوده في مصر. محللين مصريين يعني بيقولوا هذا الكلام. انا بلعب فريق سان داونز فريق كويس فريق افضل من سيمبا 10 مرات زي ما انا قلت، ولكن النادي الاهلي النهارده عندنا الفرقه الطبيعيه او المجموعه اللي بتلعب دايما او فريق النادي الاهلي افضل من النهارده 10 مرات. فانا هروح العب مباراه حلوه وكويسه وكل حاجه، ولكن بلعب فريق برضو يا جماعه، مش بلعب مثلا حاجه يعني خارقه للعاده. فريق سان داونز فريق جيد محترم، عنده مدرب صغير في السن بيعلمهم او معلمهم حاجه بيحاولوا يعملوها، بيجيبوا عندهم بعض المحترفين. هنحلل فريق سان داونز اليومين اللي جايين، ولكن عندهم مجموعه لاعبين جيدين ويقدروا يلعبوا ويبصوا ويعملوا وبتاع. ولكن النادي الاهلي من 2016 لغايه النهارده خد كام بطوله وراح كام نهائي؟ قولوا لي يا شباب والنبي انا عشان بس ما اغلطش في النقطه دي. راح كام خد كام بطوله وراح كام نهائي من 2016 لغايه النهارده؟ ليه؟ لانه في النادي الاهلي فيه روح البطوله، الروح اللي بتخلينا نموت نفسنا في المباريات اللي بتبقى صعبه او اللي البعض بيعتقد انها صعبه. بتلاقي اللعيبه دي ابطال ورجاله. عشان كده انا كل ثقه في كل لعيبه النادي الاهلي، كل ثقه في الجهاز الفني واللاعبين وكل المجموعه اللي موجوده. كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم لانه فريق هايل وممتاز وكل حاجه، ولكن ما خدش بطوله من 2016 لغايه دلوقتي. على الجانب الاخر من 2016 لغايه دلوقتي النادي الاهلي لعب 6 نهائيات في 7 سنين، 6 نهائيات في 7 سنين خلاص، وخدنا 4 بطولات من ال6 نهائيات اللي لعبناهم، ونهائيين انتوا عارفين اللي يعني ايه اللي حصل فيهم. مباراة صعبة القادمة جدا، ولكن ان شاء الله نستطيع ان احنا نمر من هذه المباراة ببعض الامور الفنية. وصلنا لفقرتنا الثانية، فقرة بالعقل. الحقيقة هي البطولة الدوري الافريقي لكرة القدم تواجه بعض الازمات الحقيقة، بعيدا عن النادي الاهلي ملهاش علاقة يعني بالنادي الاهلي، ولكن من الاكيد انها بتؤثر على البطولة نفسها. يعني البطولة نفسها بتتأثر. يعني مثلا النهاردة طيارة نادي انيمبا النيجيري ما عرفتش تاخد تصريح للهبوط في المغرب، عندهم مباراة امام الوداد فما عرفوش ينزلوا في المغرب. حتى مازيمبي ما عرفتش، نادي مازيمبي يعني ما عرفش يوصل تونس عشان يعرف يلعب الترجي. فاللجنة المنظمة قررت تأجيل مباراتي الوداد المغربي ضد أنيمبا والترجي التونسي أمام مازيمبي لتقام يوم الخميس 26 أكتوبر بدلا من 25. مؤشر كويس الحقيقة لما تلاقي أن اللجنة المنظمة والكاف لما بتظهر مشكلة يعني بيحلوها. ولكن البطولة من أول يوم فيها مشاكل غريبة، زي مشكلة نادي مازيمبي اللي لعب ماتشه الأول في تنزانيا ومش في الكونغو عشان رئيس النادي عنده مشاكل سياسية في بلده. التساؤل هنا يعني، أو خلينا نتساءل، إزاي بطولة تحت رعاية الفيفا والكاف ويكون فيها كل هذه الأزمات ونسخة أولى؟ لماذا لا يتدخل الكاف عشان ينهي كافة هذه الأمور؟ يعني أنا مثلا عايز أسأل سؤال. أنا النهاردة لسه منذ قليل أو منذ نص ساعة تحديدا عرفنا ان النادي الاهلي هيلاعب سان داونز، وسان داونز عرف ان هو هيلاعب النادي الاهلي. طيب انا المفروض اخد تاشيره سان داونز او جنوب افريقيا قبل يوم الخميس، النهارده الاثنين او الثلاث كمان، فالنهارده الثلاث، المفروض بكره اخد تاشيرات جنوب افريقيا. ازاي هعملها دي إلا إذا كان هناك اتفاق ما بين الحكومة في جنوب إفريقيا وما بين الاتحاد الأفريقي ويبعت للنادي الأهلي يقول له هذا الكلام؟ لأنه أنا ما هو ممكن بترو أتلتيكو يكسب وكنا نروح أنجولا،
فكنت لازم استنى المباراه تنتهي عشان اشوف انا هعمل ايه. فانا كاداري في النادي الاهلي او كمسؤول عن كره القدم في النادي الاهلي، انا هعمل ايه؟ هجيب تاشيره ازاي؟ هجيب تاشيره لجنوب افريقيا ازاي؟ وبعدين انا اول مره اسمع يعني ايه تصريح هبوط طياره، ما اعرفهاش دي الحقيقه. مشاكل غريبه يعني بالنسبه لنا وجديده وبنشوفها في هذه البطوله. من ضمن هذه المشاكل زي ما بقول لحضراتكم كده، انا المفروض يوم الاحد اللي جاي اكون في جنوب افريقيا او عندي ماتش في جنوب افريقيا، فعلى الاقل هسافر قبلها بيومين ثلاثه، يعني هسافر الخميس مثلا. طب النهارده الثلاث، التاشيرات دي هلحق اجيبها الاربع والخميس الصبح مثلا؟ ما اعرفش. طب الاتحاد الافريقي هيتدخل؟ لازم يتدخل. الاتحاد الدولي هيتدخل؟ لازم يتدخل. مش هيتدخل مع النادي الاهلي، هيتدخل مع حكومات الفرق. يعني كان يجب ان يتدخل مع حكومه جنوب افريقيا علشان يحاولوا يدونا تاشيره. ما اعرفش، انا ما اعرفش الحقيقه هذا الامر هيمشي ازاي، يعني دي لسه جايه في دماغي دلوقتي. فاتمنى من مسؤولي الكاف مع اللجنه المنظمه للبطوله انها تتدارك مثل هذه الازمات والاخطاء الغريبه جدا خلال المرحله القادمه، وخصوصا ان عدد المباريات مش كبير. لكن في النهايه ده جزء من شكل كره القدم في الافريقيه. وحسب التصريحات اللي كان قايلها باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، البطوله السنه اللي جايه هتكون بمشاركه 24 فريق. دي هتتعمل ازاي بقى؟ دي انا مش فاهمها، يعني عدد كبير. فلو حصلت مثل هذه الاخطاء العجيبه مع وجود عدد كبير من الانديه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ده بخلاف طبعا الاخطاء التحكيميه. النهارده الكره جات لكهربا بيحطها، ام الحارس المرمى خبط في كهربا ضرب جزاء واضحه ضد كهربا لصالح النادي الاهلي، لكن لم تحتسب. وفي مصر البطوله محتاجه شغل كتير من الكاف ومن اللجنه المنظمه. الكاف واللجنه المنظمه لهذه البطوله لازم ياخدوا بالهم انها اصبحت بطوله كبرى من اول يوم بسبب الانديه الكبيره التي تشارك، الاهلي، الترجي، الوداد، سان داونز، انيمبا، كلها اسماء كبيره جدا. هي البطوله بس مش بالماديات ولكن ايضا جماهيريا. اديكم شفتوا النهارده الجمهور النادي الاهلي عامل حاله جميله جدا جدا داخل الاستاد. اتمنى ان كل هذه الامور تتغير خلال المرحله القادمه. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف اخر الاخبار على الساحه المحليه والعالميه، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل فقرتنا الاولى النجم الكبير كابتن عادل طعيمه في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، هيكون معانا في الجزء القادم علشان يتكلم معانا اكتر عن هذه المباراه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله. كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك بمباراه الاهلي وسيمبا، يعني كلام كتير عن هذه المباراه وعن اداء النادي الاهلي، من وجهه نظرك كيف رايت هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه ألف مليون مبروك إن احنا كسبنا ووصلنا للمرحلة الثانية. ما كانش ينفع في بطولة، أول بطولة أفريقية وتسمى الدور الأفريقي، وكنا نطلع من البداية، ما كانش ينفع ولا كان حد يتقبلها. فطبعا بنبارك للنادي الأهلي والجمهور العظيم. الحاجة الثانية بالنسبة للمباراة تنقسم إلى ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، علشان إحنا دايما مقتنعين إن المدير الفني راجل كفء وراجل على كفاءة عالية جدا وراجل بيشتغل علمي هو والجهاز بتاعه. النهاردة يمكن الأداء كان فيه تذبذب ومفيش، كان اللياقة البدنية كانت يعني ما كانتش مظبوطة إلى حد كبير، الروح القتالية ما كانتش موجودة. هل هناك ليها أسباب؟ نمرة واحد، كولر ما عملش فترة إعداد، ما عملش فترة إعداد. أنا يوم 28 سافرنا النمسا، يوم 4 14 لعيب مش معاه، منتخب أولمبي، منتخب قومي، ثم اللعيبة الأجانب اللي سافروا مع منتخبات بلدهم، وبعدين رجعنا على منتخب مرة تانية الجزائر
وأظن زامبيا. طبعا هناك أخطاء إدارية بيتحملها الكاف، أنك أنت مفروض أنك أنت بتعمل تجمع علشان أجندة دولية، وبعدين بعدها بيومين بتديني ماتش في غاية الأهمية في الدوري الأفريقي. فطبعا في لعيبة هو ما شافهاش وما تمرنتش معاه، ده الجانب الإداري. ثم الجانب الفني أعتقد أنه بينعكس اللياقة البدنية على الجانب الفني. الفرص اللي بتضيع ديت بهذه الكثافة معناها أن ما فيش تركيز، لأنه الفتنس بتاعك ما وصلش للمرحلة اللي أنت ممكن توصل لها، لأنك أنت ما عملتش فترة أعداد اللي هي بتبقى طيب ما بين 3 أسابيع و4 أسابيع. هل أخطأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه هو يعمل هذه البطولة في هذا التوقيت؟ يعني مثل هذه البطولات تبقى مثلا في نص الموسم، يعني النهارده مثلا لو حضرتك اتفرجت على مباراه سان داونز وبترو اتلتيكو هتجد ان بترو اتلتيكو لسه ما بداوش الدوري في انجولا، وبالتالي مستواهم الفني سيء جدا. اكيد يا كابتن، لان هو المفروض اللي بيعملوا الجداول ديت، ودايما انا بكرر الكلام ده، اللي بيحطوا الجداول والحاجات ديت لازم يكون ناس فنيين صحيح، وعندهم قدر كبير جدا من الجوانب الفنيه من الاحمال. انا ازاي ابدا موسم ببطوله كبيره زي دي وتبقى في بدايه موسم، وبعدين انت النادي الاهلي باستمرار بتحطني في موقف صعب جدا، انت بعد توقف الدولي ثم بتعمل الاجنده الدوليه ثم بعدها بيومين 48 ساعه بتديني ماتش في تنزانيا. طب يعني الراجل ما شافش اللعيبه، يعني علي معلول ما قدرش يوصل ونزل على القاهره، ما جاي من اليابان، وطبعا اللعيبه كلها كانت في معاني المنتخبات سواء منتخب اولمبي او الى جانب طبعا الاصابات اللي كانت موجوده. الجانب الفني والجانب اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وهو في بعض اللاعبين وللاسف يعني ودي اللي دايما بنادي بيها وهي لازم تبقى موجوده وتبقى يعني بناشد بيها انها تبقى موجوده. انا النهارده في العقد بتاعي بيقول ان انا في نسبة مشاركة. نسبة المشاركة ديت الكل بياخدها. لا، انا اعمل نسبة مشاركة مع اداء. ايه هو الاداء؟ ما ينفعش يا كابتن اسلام ان انا النهارده بلعب مباراة بدي بفرقتي 8.5 من 10. الماتش اللي بعده ادي 2 من 10 او 3 من 10، ويبقى برضه الاشتراك والنسبة المشاركة تبقى موجودة. بس هنا يا كابتن برضو معلش لو حضرتك هتتكلم في هذا الأمر، ما هو طيب ما هو ممكن لو ما هم لو ادى النهارده 2 من 10 والمباراة اللي فاتت 8.5، ما هو لو فضل 2 من 10 كتير أو مباراة كمان ما ممكن ما يلعبش، وبالتالي لن يشارك أساسا، وبالتالي لن يأخذ. ما هي بتتحسبش يا كابتن بالماتش يا كابتن. أنا إيه اللي ما بتحسبش بالماتش؟ أنا ما بحسبهاش بالماتش. أوكي. أنا كلامي ما بيتحسبش بالماتش. الراجل المدير الفني كل 4 5 مباريات بيقعد مع الجهاز الفني بتاعه يشوف الراجل ده الاستمراريه بتاعته. انا النهارده في لعيب بيديني يجيب لي جول واثنين وخلاص بيركن، طب وبعدين فين الواجب الدفاعي؟ فين الواجب الهجومي؟ الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الفتره اللي فاتت السنه اللي فاتت، شوف انت حسين الشحات وتاو كانوا بيعملوا ايه؟ مكوك رايح جاي صحيح، ودفاع وهجوم وحاجه على اعلى مستوى. طب الماتشات اللي فاتت دي هنقول ان هناك مبرر، ما كانش فيه فتره اعداد، وحتى الفريق ما بيتجمعش علشان يتمرن تمرين واحده. لذلك كل 4 5 مباريات زي ما بيتحط في اللائحه بتاعه النادي الاهلي، انك انت كل 4 مباريات يروح مدي لك انت خدت 12 بونت او خدت 15 بونت المكافاه بيديك بونص، بيديك زياده. نفس القصه بالنسبه للافراد. انا لما بكون بشتغل مدير فني والاقي لعيب انا مدي له واجبات النهارده، يا اسلام اعمل 1 2 3 4، ايوه، وبعدين الفرقه كسبت بس هو ما اداش الواجب بتاعه، هل ياخد المكافاه بتاعت اللعيبه؟ لا، انا ما بطلعهاش، باركنها له، اقول له لما مستواك يرجع للمستوى اللي انا طالبه منك والحاجات اللي انا طالبها منك المكافاه ديت هترجع لك تاني، يبقى هناك حافز للموضوع ده. نسبه المشاركه مع الاداء اعتقد لو تدرس بعنايه هتبقى كل 4 مباريات الجهاز كله بيقعد النهارده، تعالى فلان اللعيب الفلاني انت النهارده نسبه الجري بتاعتك قد ايه؟ التمريرات بتاعتك قد ايه؟ الاهداف اللي انت عملتها، التمريرات اللي انت عملتها شكلها ايه؟ التمريره اللي فيها خطوره، ادائك
وجريك وكل الجوانب الفنيه اللي المدير الفني بيطلبها، اعتقد دي لما هتبقى موجوده، انا ما اعرفش هي موجوده ولا لا، جايز تكون موجوده، بس لما هتبقى موجوده احنا بنشوف اللعيب في اوروبا يا كابتن، هل بتشوف لعيب بيبقى مستواه من 8 من 10 وبعدين الماتش اللي بعديه ب 4 من 10 او 5 من 10؟ بتلاقي دايما بيدي لك اقصى حاجه عنده، الاقصى حاجه عنده دي هو مش احسن مننا، احنا كلنا بشر، بس هناك حاجات بتحكمه، الحاجات اللي بتحكمه ديت زينا زي اي بشر، لابد يبقى فيه هناك الحته دي تبقى موجوده، يبقى انا عارف ان انا هنزل مش مجرد ان انا اداء، لا لا اداء وفي نفس الوقت طلبات مطلوبه منك انك انت تعملها. المباراه بتاعت النهارده فنيا الناس كانت تفكيرها في سان داونز، الماتش ده يعني لو احنا لا قدر الله كنا اتغلبنا فيه، طيب كنا هنلعب سان داونز؟ ما كناش هنلعب سان داونز. يبقى اذا كان وده اللي دايما اتربينا عليه في النادي الاهلي، اتربينا عليه في النادي الاهلي، ايه الكلام اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي؟ ان انا كل مباراه انا باخدها زي ما انت دايما بتقول وبتحذر، الماتش اللي جاي صعب، الماتش اللي جاي صعب، معناها ايه؟ معناها ان انا لا استهين بمنافس، انا بحط مبرر ان اللعيب المدير الفني ما شافش اللعيب، الحاجه المبرر الثاني ان ما عملش فتره اعداد، انا ما بدافعش عن حد، انما انا بقول الجانب العلمي المظبوط. الفرص اللي بتضيع ده نتيجه عدم تركيز، عدم التركيز ليه؟ لانه اللعيب مشتت، تاو راجع من جنوب افريقيا وبعدين قبليها كان مؤدي مباراه رائعه جدا مع المصري ومع الاسماعيلي، ايه المبرر ان انا النهارده تاو مش في حالته خالص النهارده؟ طب حسين الشحات اللي كان ماتش الزمالك والماتشات اللي فاتت، هو ده انا اجي اقول اسال حضرتك، هو ده مش بيحصل يعني طبيعي جدا، وحضرتك يعني مدرب كبير وعارف هذا الامر، ان اللعيب النهارده ممكن يبقى مباراه في ضمن المباريات زي ما حضرتك قلت، يعني ما تيجي نتكلم على مجموعه مباريات هتجد ان يعني مهما كان اسم اللاعب بيجي في لو 10 مباريات او 4 5 مباريات زي ما حضرتك بتقول هتلاقي بيبقى فيها مش الاداء مش واو، يعني ما كلامك سليم 100%. النهارده معظم اللعيبه كلنا معترفين مش في حالتهم، صحيح، ودي وارده في كره القدم بالظبط. اللي انا باخد عليها يا كابتن، لان انا بتكلم بصوت واحد مشجع طبعا، ما ينفعش ان انا مباراه مهمه زي دي في بطوله مهمه زي دي وسمعه النادي الاهلي وبعدين في حاجات اعملها بالكعب واعمل، لا في الوقت ده المفروض ان انا الباصه تبقى باتقان، حتى لو انا تعبان، حتى لو انا يعني في نوع من الـ 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 الثقه الزياده، لا ما يبقاش في ثقه زياده، اعملها مره بكعبي مره اعملها عايز اخدها يعني، فطبعا يعني بطريقه ممكن بتضايق الجمهور، بتضايق الجمهور ليه؟ لان النهارده انا عرفت درجه الحركه عاليه جدا النهارده، ومع ذلك الجمهور من الصبح موجود في المدرج، من الصبح موجود. النهارده الجمهور كان عامل شكل رائع جدا، ولو عندك الفيديوهات بتاعت التبرع بالدم برضو يا سمير لو سمحت حطها لنا واحنا بنتكلم، لانه الحقيقه برضو يعني درس من جمهور الاهلي كالعاده الحقيقه، وتفاني ومسانده ودعم لاشقائنا في فلسطين، وده من خلال اتفاق النادي الاهلي من اليومين اللي فاتوا. فيديو اهو اتفضل. اتفاق النادي الاهلي فيما يخص طلبه من وزاره الصحه بان تكون هناك 6 عربيات للتبرع بالدم في محيط الاستاد، والحقيقه وزاره الصحه مشكوره تفضلت بالتواجد وعدد كبير من جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين يعني بيتبرع للدم ما بعد المباراه، ده يعني قبل المباراه كان في عدد كبير ايضا، وما بعد المباراه زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله تكون حاجه حتى يعني على قد ما بنقدر اخواتنا، بندعم اخواتنا في واشقائنا في فلسطين. جمهور النادي الاهلي يا كابتن له تاثير خاص في كل المباريات. هو رقم واحد. رقم واحد، اي نادي من غير جمهور ولا قيمه له، بيتحسب دايما النادي عظمته الجماهيريه بتاعته. أيوة. وبالتالي طبعا الجمهور ده بيبقى عصب الفريق، وعشان كده بيبقى الواحد يعني لما بحط نفسي مكان اللاعب، لو انا نايم على السرير عيان والجمهور ده جاي لي من الصبح، وده غير مش عاملين حساب ان الجمهور اللي بيتفرج في التلفزيون لا بيتفرج قاعد في التكييف عادي، لا مش في تكييف، ده بيبقى قاعد على نار على اعصابه. وبعدين الناس اللي في افريقيا والناس اللي في العالم، لينا قرايب ولينا اصدقاء في امريكا وهنا بيتفرجوا ومتابعين كل مباراه، كل مباراه للنادي الاهلي متابعينها. ف لما احط نفسي مكان اللاعب، اللاعب لما يفكر انك انت وراك الجماهير ديت انت بتسعدها من خلال
الجديه في الاداء. اتعودنا من لعيبه النادي الاهلي الجديه في الاداء. احنا لا نقصوا على اللعيبه، ولكن بنقول مبرر ان احنا ما عملناش فتره اعداد، وبعدين اسبوعين ورا بعض منتخب ثم منتخب ثم الناس اللي كانت بتسافر بره، ثم مع فتره الاعداد انت اللعيبه بتاعتك الراجل كولر ما شافهمش اصلا، ما خدهمش ولا اتمرن ولا عملوا اي فتره اعداد. ده مبرر، بس النهارده كان لابد يبقى فيه جانب نفسي مهم جدا، ان يبقى بيتقال للعيبه ان البطوله ديت ما ينفعش النادي الاهلي يبقى بيبتديها بالشكل ده. انت الشوط الاولاني في تنزانيا عملت شوط رائع جدا، الفرص اللي بتضيع، واعتقد ان كولر بيعمل كده كابتن اسلام، انه النهارده في اكتر من فرصه ضاعت. يعني مثلا كوره كهربا اللي راح الجول راح صاددها وراحت وقع، الراجل السرد باك جاي له راح هو لعبها خبرت في رجله وطلعت. لما تتعادل كهربا عن طريق الفيديو، لو هو بقى راح لممها لنفسه بقت الشبكه فاضيه. دي لما تتعادله، واكيد هتتعادله بكره ان شاء الله. واحده ثانيه بتاعت بيرسي تاو الشوط الثاني، الكوره جايه له، والشوط الاول واحده بيمينه برضه، واحده بيمينه راح حاططها في المدرج واللي بدماغه. لا ده في واحده ثانيه اسهل بقى كانت الشوط الثاني، الكوره اتلعبت له مأذون من علي معلول راح عاملها بيمينه. دي عايزه شماله، يعني دي عايزه شماله، هي اتلعبت له اوفر وبعايز عايز يعملها بيمينه كده اهو. لا دي كانت على الارض. دي جايه له على الارض. بدل ما يلعبها بشماله عدلته راح عاملها بيمينه وطلعت. فده نتيجه عدم تركيز، تشتيت ابنه عيان برضه، يبقى في العذر، لانه برضه عمل لنا اربع خمس ماتشات كان رائع جدا، وكذلك حسين الشحات. لكن من خلال المباراه ديت اعتقد لازم يبقى فيه وقفه، وكل لعيب يعرف الفرص اللي بتضيع دي بتضيع ازاي وبتضيع ليه، ويحاول ان هو يركز اكتر في الفتره اللي جايه، لانها بطوله في غايه الاهميه، ولا بد باذن الله تعالى ان البطوله دي اول بطوله بتتعمل الدور الافريقي تبقى من نصيب الولاد دول والابطال دول، علشان يستحقوا الحقيقه، يستحقوا هذا الكلام، لانه واخدين خمس بطولات الموسم الماضي. خسرنا بطوله في البدايه كانت في متناولنا، لكن برضو التحكيم كان ليه دور، وبرضو ما كانوش بينفذوا كلام كولر، لان احنا مش متعودين على الكرات الطويله اللي احنا ابتدينا نلعبها الشوط الثاني في ماتش الفريق الجزائري. الجزائري كانت كلها كرات عاليه غير مبرره، مع ان احنا كراتنا كلها فيها استحواذ وكلها على الارض. النهارده الروح القتاليه ما كانتش بالشكل المطلوب، وبعدين لازم يبقى فيه وقفه. الشناوي كابتن فرقه، لابد يبقى فيه بعض العناصر الكبار الموجودين في الفرقه يشد الفرقه من البدايه. لما تلاقي واحد الباصه بتطلع منه رجليه مره واثنين وثلاثه خطا، او واحد يعني بيصمم ان هو يلعب كوره يعني ما بيلعبش الشكل الجماعي، مفيش مشكله ابدا ان انا اكلمه يا فلان لا خد بالك خد بالك. ليه؟ لان لا يبد يبقى فيه على كتافي 80 90 مليون طيب. بني ادم بني ادم جمهور بيشجعك، محتاج انك انت تبسطه. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، النهارده كولر يعني مثلا في المؤتمر الصحفي عندما سئل عن التغييرات قال لك انا ده مش في قانون اللعبه، يعني انا مش في القانون ان انا اغير. يعني حضرتك شايف عدم تغييره النهارده مثلا لبعض اللاعبين، يعني كانت واتسال تحديدا عن مودست وقال لك بقاله ثلاث ايام قاعد في يعني تعبان، واتسال تحديدا عن امام قال لك امام بيزك ونازل بيديني 50% في التمرين وبالتالي ما بلعبوش. هو طبعا الراجل دايما بيشجع لعيبته ودايما واقف في ظهرهم، واعتقد انه في حاجه، الحاجه دي يعني اعتقد انه هيحلها، لانه اللي انا شايفه بالنسبه للتغييرات كان دايما في الدقيقه 60 65 بيروح عامل ثلاث تغييرات او اربع تغييرات مع فريق. انا شايف انه فريق متواضع جدا، يعني الشوط الاولاني كان فريق متواضع جدا. شوف كده يا كابتن، قد يكون ان فكرته انه ما اعرفش طبعا، قد تكون ان هو المجموعه اللي هتلعب النهارده معظمهم يعني مش هيلعب الماتش اللي جاي. استحاله استحاله، لان هو دايما عامل تشكيل اساسي، خط الظهر ما بيلعبش فيه غير واحد او اثنين، واحد بس اللي بيتغير، والباك ليفت ده يعني في الضروره الماتش الاولاني في تنزانيا.
لكن على طول خط الظهر ما بيلعبش فيه غير لما يكون مثلا رامي او يدخل ياسر. صح. خط الظهر بالجول ما بيغيرش فيه. كذلك في وسط الملعب المهاجمين اللي ساعات بيبقى فيه تغيير. لا وسط الملعب ساعات بيغير برضه يعني، ممكن مروان ممكن كوكا ممكن. ما انا بقول ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله انه يعني عندك اربعه بيلعب بيلعب بثلاثه او اربعه، لان في امام او ساعات قفشه ساعات امام ساعات يعني مثلا في في خمسه يعني في سته بيلعب بيلعب اثنين او ثلاثه. الفتره اللي فاتت كان في كوكا وكان في صحيح ديانج صح وقفشه، وبعدين الماتش الامام وتعور فيه بس كان بيلعب ماتشين ثلاثه ورا بعض. صح. وبعدين ابتدى يرجع النهارده مروان عطيه، مروان عطيه وقفشه تاني، وبعدين وقفشه تاني كتغيير طريقه لعب. ف اللي انا بخشاه يا كابتن الايام موسيماني في فتره كنا ابتدينا نعتمد على بعض اللاعبين اللي ما بيأدوش الواجب الدفاعي. يعني انا النهارده في ناس بتأدي الواجب الدفاعي بشكل رائع جدا، مثلا منعم هاني ديانج بيأدي الواجب الدفاعي والواد بيأدي الواجب الهجومي. حتى في جملة لو حضرتك تاخد بالك منها ان باستمرار الكرة لما بتروح عند هاني ديانج بيروح رايح من ورا الباك، من ورا بيرسي بينزل وبيعدي بيرسي بيروح ساقط واخد الباك وبتروح ملعوبة له بتلعب لديانج. صحيح. لو ديانج فايق يروح ويشق النهارده ما كانش مش احسن احوال كلهم يعني. ده مش ده مش اليوم. علشان كده دايما وانا نازل الملعب قبل ما انزل الملعب كهربا، هل ده كهربا اللي احنا كان بعد الايقاف ست شهور رجع هداف دوري افريقيا وهداف الدوري وحاجه على اعلى مستوى؟ لازم انا كمحمود اقف مع نفسي اشوف انا ليه الفرص دي بتضيع، اموت نفسي علشان ان انا ارجع بنسبه التهديف من نص فرصه كهربا لازم يكون في جول. يا كهربا من نص فرصه انت تلعب برجليك اليمين والشمال وهيدرز؟ لا، شوف انا حياتي كرياضي لابد ان انا امارس حياتي كرياضي. حياه العاديه لما بطل كوره، لما بطل كوره واقعد وارتاح خلاص اعمل اللي انت عايزه. انما انا وانا بلعب كوره استثمر ال 10 15 سنه اللي ربنا اداهم لك في موهبه ان انا اموت نفسي في الفتره ديت علشان تاريخك يبقى في النادي الاهلي وفي منتخب مصر حاجه ناصع البياض. ان انا جيت على نفسي شويه، ومش معنى جيت على نفسي شويه ان انا بحرم نفسي من ملذات. الملذات دي ما هي؟ متعه الدنيا ان انا اسعد الناس. صحيح. طيب. مش بسهره او باكله او كده يعني. طيب خلينا نطلع نشوف انفوجراف. زي النهارده الاهلي بيحقق الفوز في اول مباراه رسميه بالدوري. كابتن عادل، يمكن مباراة سان داونز اتفرجت على مباراة سان داونز الأولى والثانية؟ لا الأولانية بس، الثانية كنت جاي في طريق. ما هو نفس طريقة اللعب ونفس الأداء واللي بيعمله. يمكن حتى النهاردة في مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ولكن بعد الدقيقة الأولى في عمر المباراة تم طرد لاعب من نادي سان داونز مافالا، لاعب المدافع الثاني في سان داونز، ولعب ب10 لاعبين، ولكن اللي كان واضح ان هو لم يتاثر بالطرد. شايف مباراه الاهلي مع سان داونز في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها ازاي؟ الاهلي لما بيكون في تركيزه وفي حالته الطبيعيه واللعيبه بتبقى فيها الجديه المعهوده فيها، احنا افضل بكل المراحل من اول خط حراسه المرمى لخط الظهر المهاجمين، احنا عندنا افضل لعيبه منهم. مفيش شك ان احنا لما بنكون في حالتنا اعتقد باذن الله تعالى نكسبهم هناك وهنا باذن الله تعالى، بشرط ان اللعيبه قلب راجل واحد وتنفيذ واجبات تنفيذ واجبات ونعيش حياه الاحتراف بحذافيرها. يعني مش لازم بقى يعني اخرج عن التركيز بتاعي علشان انا عندي 80 90 مليون بني ادم بيشجعوني، لابد ابقى عامل حسابي وانا رايح التمرين وانا بنام بالليل بنام كويس علشان ابقى صاحي واقف على رجليا. صحيح. يوم المباراه تعليمات المدرب وانا نازل بستعين بربنا سبحانه وتعالى انه يوفقني وابقى كده واقف على رجليا، بحيث ان انا بلعب لعبه جماعيه كل زمايلي كل واحد بيتفانى انه يسعد زميله وانه يغطي على زميله، ولو في خطا انا بقف معاه. تنفيذ الواجبات مهم جدا يا كابتن. وبعدين برضو في حاجات
احيانا ببقى محتاجه تفكير شويه. انا النهارده عندي رضا سليم، طبعا الراجل اختاره بشكل رائع جدا، يعني الراجل عنده سرعات وعنده مروه وعنده تسديد. الراجل ده يعني حسين الشحات دايما بيستلم في رجله وبعدين يروح. النادي الاهلي في وقت من الاوقات لما يكون انت بتلعب فرقه والفرقه دي بتلعب بشكل دفاعي قوي، المفروض الراجل اللي على الطرف ده ما يستلمش في رجليه، يستلم في مساحه، يستلم في مساحه. بس هو لو بيلعب زي الماتش اللي هناك بيلعبوا بشكل دفاعي زي ما حضرتك بتقول قوي، بيبقى فيه كومباكت، بيبقى فيه ما بيبقاش فيه مساحه يعني. لا، ما بين السردباك والباك لما تتلعب ما بينهم زي النهارده ما تلعب كذا مره لما بيكونوا عاملين يعني. كنت تقصد ان هو يبدا برضا سليم مكان حسين الشحات، يعني يبقى فيه نوع من التنويع في فتره من الفترات. فتره من الفترات لابد يبقى فيه دي، لانك انت محتاج دايما الحته دي. وبعدين مش لازم يا كابتن اوصل للتلت الاخراني واعمل التمريره دي، لا، ده من التلت من نص الملعب وتتعمل له ما بين السردباك والباك قبل ما يقفل وقبل ما يرجع، بعمل الهجمه بتاعتي عن طريق ان الراجل ده يقف على خط السنتر، تتعمل ما بين السردباك والباك. برضو بيرسيتا نفس القصه، مش لازم استلم وانا واقف، برضو في فتره من الفترات استلم واخش واعمل الباصه اللي هي لحسين او لكهرباء، او بتبقى جميله جدا وبتجيب اهداف جميله جدا. لما في نفس الوقت لابد برضو ان انا يعني اتعب شويه من الكره اللي بتلعب ما بين السردباك والباك، اكون انا قاطع. واعتقد انها ساعات بتتعمل وبيعملها رائعه جدا. الحاجه الثانيه برضو انا بوصل للثلث الاخراني. النهارده شفنا الجول اللي احنا جبناه، علي معلول عمل ايه؟ وصل واستنى وبص، لا كهرباء عملها له. لابد يبقى فيه جزء من الثانيه بعد ما اوصل ان انا الباكين او الجناحين، يعني الجناحين يا كابتن، اول ما اوصل للمرحله دي ما لعبهاش اي حاجه. يعني حتى في كوره النهارده لهاني الشوط الاولاني استعجل قوي في تمريرها، مع ان كان ممكن يجري، كانت رايحه الكهرباء صح، كان ممكن يكمل، ممكن ياخدها وتلعب اسهل. أفشل نفس القصه، في كره اللي هو شاطها فوق، يعني عدت فوق العارضه، الراجل جنبه خد ضربه جزاء، يعني انت هتعمل ورحت شايطها، طب ما تقف يعني حضا عليها وخدها ما من ورا رجلك الشمال، هياخد رجليك ضربه جزاء. يا اما اقف عليها والف زي ما هو بيعمل، يروح لافف وراجع وبعدين تلعبها لزميلك مثلا، بحيث ان انا مفروض يا كابتن في الماتشات اللي زي دي لابد ان انا اجيب جول بشيء من الاتقان وبدري يعني عايزها تبقى مضمونه، يعني عايز الكره اللي انا هديها لك تبقى مضمونه. فما ينفعش ابدا ان انا كره زي دي ما تتلعب تتشط بالطريقه دي، لابد ان انا كنت اخد فيها ضرب جزاء. الشوط الاولانيه برضو كان ممكن جدا في كوره كانت ممكن تتلعب لبيرسي تاو، حسين الشحات راح شايطها اللي راحت عاليه. حسين لما بيخش لجوه بيجيب اهداف رائعه جدا. النهارده في واحده اللي هو شاطها عاليه، لو اتعملت لكهرباء او اتعملت لبيرسي تاو ده برضو نتيجه عدم التركيز. يعني مش تعب بقى ولا لياقه بدنيه ولا حاجه، لا انا برضو عايز العب فردي، ده مش فردي، ده مش شغل فردي. انت عايز اضمن اجيب جول الاول في فرقه زي دي الشوط الاولاني، بعد كده وبعد كده يا سيدي ابقى اجرب. فدي الحته برضو، الحاجات اللي هي الجمهور بيتكلم فيها. الجمهور اللي هو بيحب النادي الاهلي واللي بيعشق النادي الاهلي واللي خايف على النادي الاهلي، حاجه زي دي المفروض انها كانت تتعمل، فدايما الحته دي بتبقى موجوده. الحته الثانيه النهارده هاني اتضرب واخد بوكس في وشه، ما فيش لعيب مثلا، يعني ما احنا بنشوف في العالم كله بنروح بادب نكلم الحكم او نخرج الكره بره، انت مستهين لدرجه ان الراجل الناس دول مش هيجيبوا جول، طب جابوا جول، يعني حاجه زي دي هطلع كره يعني هو لو جول غريب كمان، جول غريب جدا وتخبط في دماغ الواحد يعني وتخش وتغير يعني اتجاهها وبتاع، ده درس للعيبه يا اخوانا. لا خدوا بالكم بنقول في قناه النادي الاهلي مره واثنين وثلاثه، انت طول عمر النادي الاهلي من 2007 بيحترم طبعا المنافس ايا كان. وبعدين يا اخي انت بتلعب ضربه واضحه هي بتاعت هاني يعني بصراحه، وطبعا الـ 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 الفار
عادها مرتين ثلاثة بس الحكم ما أخدش بيها. قال لك ما فيش حاجة. قال لك ما فيش حاجة وكان ده المفروض يرجع للفار، الفار يقول له ده فاول ويلغي الجول لأن دي ده فاول. قبل قال لك شافها راح شافها وقال لك تمام العب. هو راح للفار؟ لا ما راحش يعني أنا أقصد إن أكلمه وقالوا له العب يعني. يعني في الحالات اللي زي دي المفروض إن القرار الحكم يبقى يعني فيه شجاعة شوية. ماشي يعني ما انا عايز اخد حضرتك لمستوى التحكيم يعني مثلا في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية، النادي الأهلي ظلم في المباراة الأولى بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة الجميع. الكهرباء بتاع الكهرباء. في المباراة الأولى والثانية كهرباء برضو الثانية اللي بتاعت حارس المرمى اللي حطها من فوقيه ونزل عليه بإيديه برضو هي ركلة جزاء صحيحة يعني. والله أنت جبتها اسلام، أنت جبتها واضح جدا إن الراجل قدام اللعبة. اللي هي الاولانيه الاولانيه النهارده كمان في واحده اللي هي الجون حارس خد كهربا هو كهربا نعم دي بنالتي كهربا لحق الكره قبل خلاص اوكي وصلنا وكله ولكن دي مش مبررات بس برضو احنا لا ليست مبررات بس ده حقنا يعني ولكن انا بتكلم في نقطه ثانيه نقطه ان المباراه القادمه مثلا الاهلي سيلقي هاي الكره دي كهربا لعب الكوره الراجل خد جسمه ونبي المفروض كهربا لو هو مركز يقع ما وقع لا ده وقع وقام يعتذر للحكم يا كابتن ما ينفع يعني دي الكوره يا كابتن ده معقول لا يا كهربا لا يعني انت الراجل ضربك طب انت بتقع تقوم تعتذر له ده هو اللي ضربك هو انت اللي ضربته صحيح يعني انا بستغرب يعني انت حتى هو ايه احساس للحكم ان مش ادي احساس للحكم ان ما فيهاش حاجه معناها ركله جزاء واضحه يعني واضحه يا كابتن ده الراجل داخل وبعدين بيضيع وقت بقى يعني هو ما ده هو اللي ضارب يعني هو اللي داخل بايديه ورجليه صحيح انا اقصد ان يعني المباراه القادمه انت بتلعب سان داونز مباراه ما بين كبار افريقيا الحقيقه غالبا هتبقى الناحيه الثانيه وداد وترجي وهنا هيبقى سان داونز والاهلي فبالتالي كبار افريقيا يجب ان يكون مستوى التحكيم افضل من كده في هذه البطوله اللي الكل بينظر ليها يعني مستوى التنظيم كمان يعني في مشاكل في المغرب ان المازيمبي يروح المغرب وفي مشاكل في او مازيمبي الترجي يروح تونس وانيمبا يروح المغرب في مشاكل كثيره جدا تنظيميه حتى كمان التحكيم يجب ان يكون يعني مستوى اعلى من كده كابتن في مثل هذه المباريات يعني انت خلاص عدينا المباراتين دول تمام طب المباراه اللي جايه هتلعب سان داونز النهارده يا كابتن مين اللي بيحكم سان داونز وبيتر اتازا الراجل الجزائري مصطفى غربال ده راجل دولي وراجل على اعلى مستوى وشفت النهارده عمل ايه يعني في اول دقيقه طرد في اول دقيقه وبعدين بس برضه باخد عليه في كوره ثانيه كان ممكن يطرد واحد ثاني صح اثنين ضربوا بعض بالبوكس في الاوت عند الاوت يعني طبعا سمعتها في الراديو يعني كان سيرينو الاثنين يعني ما كانش بوكس قوي ده زقه كده في جنابه يعني في واحد خد بوكس انا المعلق بقى قال كده يعني يعني ادى انذارين يعني ممكن ف لجنه الحكام في حاجه لجنه الحكام الافريقيه طبعا والمصريه انت شفت الوداد شفت الوداد هنا لا ما اتفرجتش على الوداد الحقيقه لا الوداد هنا لما كانوا بيلعبونا الوداد الاهلي والوداد يعني ثلاث ضربات جزاء وطرد ما اتحسبوش وبعدين المعتز الشلماني على ما اتذكر الحكم الليبي الليبي الحاجه الثانيه الراجل الموريتاني ده الحكم اللي حكم لنا الماتش اللي فات الماتش اللي فات ده في تنزانيا اللي حضر المباراه الراجل رئيس الاتحاد الدولي وموتسبي ورئيس لجنه الحكام وبنالتي زي دي ما حسبوش ده غريبه جدا ده يعني ده واخد كارت بقى يعني اعمل اللي انت عايزه دي بنالتي لا يعني بلتي لا انت عارف انا بقول يا كابتن اصل مستحيل يعمل قدام الناس دي كلها كده ولكن انا بقول ان ده مستواه لانه هو الاقرب دايما الناس لما تحب ان النادي الاهلي اللي هو الفريق يعني لو بناخدها بنظريه المؤامره انا مش باخدها دايما كده انا باخدها بنظريه ان هو ده مستواه يجب ان يكون هناك تطوير لمستوى التحكيم في افريقيا يا كابتن زي ما بنتكلم على مستوى التحكيم في مصر وعندنا مشاكل كتيره جدا لا يعني اديك شايف مباراتين طب لو لا قدر الله كان حصل حاجه وما عرفتش تجيب جون النهارده لا مش ضربه جزاء صحيحه ما تحسب لي ضربه الجزاء هو ده قصدي هو يعني. ما هو ال متسبي لما جه كان قال وعود كتيره جدا قال منها الفار وما شغلش الفار لفتره معينه 32 دلوقتي بقى دول 8 في دوري ابطال افريقيا يعني وقال تطوير التحكيم وما حصلش تطوير تحكيم وبعدين اديك شفت احد الراجل اللي كان حكم لنا كان الماتش اللي كان عاصي الماتش بتاع الهلال الجزائر بتاع الجزائر
السوبر ماتش السوبر شفت الراجل كان عامل ازاي بيصرخ ازاي ضدنا برضه شفت كان بيصرخ ازاي صحيح وبنالتي وجول سليم مليون في المية ما صحيح فده من البداية كده الراجل ده ازاي يستمر في الدوري وبعدين احنا يعني مفروض اكبر نادي في افريقيا لابد يبقى فيه دايما متابعة مع متسبي وتأكيد الكابتن خطيب صديق اكيد ما انا عارف بيبعتوا بيانات واعتقد الماتش اللي فات برضو كان فيه كلام ان يعني الاخطاء المتكرره دي اخرتها ايه لان دي بطوله من مصلحتهم حتى ان النادي الاهلي يبقى مستمر في البطوله ده اللي انا بقوله بالظبط يعني مفيش حد طبعا لكن يعني هو في الكوره هي في الاخر ما فيهاش الكلام ده لكن انا اقصد ان انت يعني عشان كده بقولك ان هو ده مستوى التحكيم فلازم يجب ان يكون هناك تطوير انت خامه كويسه ولكن طول ما انت ما عندكش حد بيطورك هتفضل زي ما انت وكمان يا كابتن ما ينفعش تبقى انت تيجي من الناس عندها خبرات ولا اخره انا قومها وحاسبها وبعدين ما تجيبش بقى ناس صغيرين جدا وتتحكم ماتشات كبيره يعني طبعاً. انت بتحكم السوبر جايب واحد مبتدئ لسه ما عندوش خبره خالص وعمال يصرخ كل اعترض عليه يعني حتى بعض الماتشات المهمه جدا بتبص تلاقي في شمال افريقيا احسن حكام بيروحوا للماتشات دي كابتن عادل من على الجانب الاخر لانه مهم جدا انا دلوقتي عندي سلبيات في الفرقه وعندي ماتش يوم الاحد النهارده تلات عندك اربع خميس جمعه سبت منهم يوم سفر خلاص يوم بعد المباراه اللي هو بكره رايح بعد بكره سفر خلاص هيبقى عندك يوم او يومين بعد كده كان في يمكن علاج السلبيات في ظل هذه الظروف معروف ان انت بكرة او اليومين اللي جايين هتعمل استشفاء اكتر من اي حاجة تانية يعني اولا نمرة واحد هيبقى فيه للاستشفاء بكرة مع تمرين قوي للناس اللي ما لعبتش اذا كان في هناك مباراة مع الاشبال او الشباب اذا لا كان لا لا ما اعتقدش مش هيعمل لا لا الحاجة التانية طبعا مع السفر لابد بكرة بعد الاستشفاء يبقى فيه قاعدة وفي فيديو يشتغل الاخطاء اللي كانت هي اهمها عدم يعني اضاعه الفرص السهله بس وطبعا حاجات اخرى ولكن دي الاهم الاخطاء الكثيره في التمرير صح وعمليه النقل الكوره بسرعه يعني الكوره بيبقى فيها بطء شويه كل الامور ديت يعني لابد يعملها ازاي بقى في اليومين ثلاثه اللي جايين دول من وجهه نظرك طبعا والله يا كابتن الراجل انا بعذره جدا 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 لان الراجل ده جاي من اوروبا عارف انه في شغل بياخد الوقت بتاعه ومفيش الجداول اللي بالشكل ده ولا اخره وطبعا يفاجئ انه اللعيبه بتاعته ما هياش معاه يفاجئ انه اخطاء تحكيميه قاتله يفاجئ انه لعيبته ما بيشوفهاش هيمرنها امتى فان النهارده لما عمل الاستشفاء لابد يبقى فيه بكره تصحيح اخطاء وقفه حتى لو وقفه مع اللاعبين طبعا نظري الناس اللي هي لعبت النهارده لابد يبقى فيه شده كبيره جدا بكره الناس دي لازم تتشد بكره ويشوف الاخطاء يا كهربا يا فلان يا حسين انت هنا يا رامي يا هاني يا علي فين الوقفه هنا فين حتى الجانب الاداري فين الجانب النفسي هنا الى جانب طبعا التشكيل اللي انا هلعب بيه الماتش اللي جاي لابد يبقى هناك تغيير في بعض الاماكن ونرجع لطريقتنا انا بلعب في سان داونز لابد يبقى العب بثلاثه في وسط الملعب ده غالبا وكولر بيعمل من يوم ما جه بيعمل حاجه جميله جدا واعتقد يعني احيانا في ناس ما بتاخدش بالها منها بيلعب بثلاثه في واحد بيأدي واجب دفاعي واثنين بيأدي واجب هجومي والعكس لا اثنين بيأدي واجب دفاعي واحد بيأدي واجب هجومي واحيانا بالتبادل طبعا تبص تلاقي حمدي فتحي مره جوه ال 18 لما كان موجود طبعا لما كان موجود في امام عاشور تلاقيه جوه ال 18 وجايب جول اعتقد في ماتش انبي في الكاس في ديانج نفس القصه فمفيش حد ثابت في خط الظهر في وسط الملعب كاداء دفاعي ودي حاجه هو خلاص حطها في فكر الثلاثه دول اللي في وسط الملعب لابد يبقى فيه تركيز في ده الحاجه الثانيه والمهمه ان انا فرقه سان داونز لابد يبقى انا عندي من الثقه يعني كل البطولات اللي عندي وكل الامكانيات اللي النادي موفرها لي الطياره الخاصه والمرتبات العالية والروح القتالية والعيلة النادي الأهلي وهو الآخر كل دي موجودة لابد يبقى فيه وقفة مع النفس إن أنا سان داونز ده بالنسبة لي فريق بيلعب كورة كويسة لكن أنا فين وسان داونز فين
صن داونز واخد كام بطوله وانا واخد كام بطوله، انا تاريخي ايه ككوره، كل الامور ديت. انا اللعيب لازم عنده ثقه في نفسه، وقبل الثقه في نفسه يبقى عنده ثقه في ربنا ان ربنا هيكافئك انك انت بتادي الواجب بتاعك بامانه، وبتادي الواجب الدفاعي والهجومي على اعلى مستوى. المدرب بتاعك لما يقول لك اقعد بره 18 بره 18، عارف مصلحتك امتى هيدفع بيك. النهارده كان وارد جدا ان هو يروح ملاعب امام عاشور ويلعب فلان ويلعب فلان. انا بشوف ان هو غالبا هيعمل كده المباراه اللي جايه بعدد كبير من اللاعبين اللي ما لعبوش. اكيد مباريات كتير هيبقى موجودين في المباراه القادمه. اكيد انا باخد على كولر احتمال مش متاكد منه، يعني احتمال ان هو كان بيفكر في ماتش سان داونز، او اللعيبه كانت بتفكر في ماتش سان داونز، فواخد الماتش ده سهل يعني ان انا بقى خلاص اعدي ابقى انا بريح شويه علشان ماتش سان داونز. احتمال يكون ده موجود، وان كنت ما لا احبذ الفكر ده، الفكر ده ما ينفعش، لان انا طبعا الخطوه الاولانيه ان انا اوصل طيب. وبعدين افكر في سان داونز، وبعدين سان داونز بالنسبه لي انا ثقتي قويه جدا، ورايا جماهير قد سان داونز مليون مره، ما عندي لعيبه امكانياتها على اعلى مستوى، عندي اداره، عندي جهاز فني على اعلى مستوى. رسالتك للعيبه بقى والجهاز الفني قبل مباراه يوم الاحد، لان احنا غالبا مش هنطلع يعني. حبوا النادي الاهلي زي ما الجمهور بيحب النادي الاهلي. انتوا بتحبوا النادي طبعا، بتحبوا فرقتكم، وبتضحوا وبتعملوا كل، وبتجيبوا بطولات. الجيل ده موجود بقاله كام سنه، فتره طويله، اربع سنوات خمس سنوات بطولات على اعلى مستوى وفي كل المجالات، كاس عالم، وعلى طول بنوصل كاس عالم، مشرفين بكل المقاييس. حقيقي ما فيش ماتش يبقى اقل من 8 من 10، ما فيش يا لعيبه، ما فيش ماتش لا 8 يا كابتن، ماشي 8 و8 ونص كمان، ماشي 8 و8 ونص باستمرار. اللي حط في دماغك انك انت مش الجمهور ال 40 50 الف اللي في المدرج هم الموجودين، لا 40 انت 50. انت لعبت في تنزانيا كان في 50 60 الف، عجبني جدا اللعيبه الشوط الاولاني ولا بيسمعوا، صحيح بيأدوا المباراه في منتهى الروعه، صحيح فرص ضاعت كتيره صحيح، وجبنا جول كان المفروض نغطي الجول الثاني. انت ثقتك موجوده، ما تخليش اي حاجه تشغلك، مرتب، فصحى، حد بيتكلم، حد بينخور يعني رجاء يعني ابعد كل اي حاجه تشغلك عن الملعب، لانك انت لما بتسعد الناس بتسعد اسرتك الصغيره وبتسعد اسرتك الكبيره اللي موجوده في العالم كله. حط في ذهنك وانت نازل الملعب انت نازل عشان تسعد الناس، صحيح. مش معنى ان انا اجيب جول وريح يا حبيبي، لا انت بتجيب جول والتاني والتالت، لان الجمهور جاي ودافع تذكره وسايب شغله وسايب عمله وسايب كل حاجه في الدنيا وحراره ووالى اخره، وهيرجع بالليل بطريقه. حط في اعتبارك انك انت زي الراجل ده ما بيحب فرقتك، انت كمان لازم تديله المتعه، صحيح. جبت جول اجيب الثاني والثالث والرابع، لان هو جاي عايز استمتع بالنتيجه والاداء ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل الدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. تمام. كريم سعيد مالك يا عم؟ زبني بقى. كريم سعيد ازيك يا كيم؟ ده كابتن اسلام، بارك الله كله تمام. طيب الحمد لله. خليني ابدا معاك يا احمد، اعرف رايكم النهارده بصفه عامه. خلينا نقول ان البطولات الافريقيه ديت بتتاخد على مراحل. اوكي. يعني ايه مراحل؟ انت عندك ثلاث محطات، المحطه الاولانيه دور الثمانيه، بعد كده نص النهائي، بعد كده النهائي. ممكن في بعض الاوقات او في بعض الفترات يعني ادائك ما يكونش احسن حاجه او ما تكونش موفق في بعض الاوقات، زي ما حصل السنه اللي فاتت في بطوله دوري ابطال افريقيا في مباراه سان داونز مثلا، لما خسرنا خمسه وفي الاخر خدنا البطوله. فدايما بنقول ان البطوله بتتاخد على مراحل. بشوف ان في ايجابيات وفي سلبيات. ايجابيات ان انت اولا وصلت النص النهائي، عديت من المحطه ديت، ضمنت مبلغ مليون و700 الف دولار، لان اللي بيتاهل نص النهائي بياخد مليون و700 الف دولار، اللي المركز الثاني بياخد 3 والبطل بياخد 4 مليون دولار، فدي حاجه كويسه برضو. راحت بعض اللعيبه، سياسه التدوير اللي عاملها مارسيل كولر دي برضو نوعا ما، لان احنا داخلين على تلاحم مباريات فهتفرق معاك. النهارده رضا سليم خد راحه،
ان احمد نبيل كوكا اخذ راحه، عبد المنعم ما كانش موجود الماتش اللي فات، علي معلول ما كانش موجود، ففي لعيبه ريحت، ده برضو واحد من المكاسب المهمه. امام عاشور، امام عاشور برضو في كل يعني دي مكاسب انا شايفها مهمه. النهارده انت بتروح على الجون كتير، لكن برضو في سلبيات، هنتكلم في السلبيات، بس انا شايف ان السلبيات ابرز سلبيه موجوده في النادي الاهلي النهارده اهدار الفرص. مش النهارده يعني في الماتش اللي فات بس تحديدا النهارده كابتن اسلام انت عامل 20 محاوله، 20 محاوله مش على المرمى، فانا ممكن اقول ان انا ما اقدرش انتقد كولر لان الفريق وصل للجون، فانا الفريق وصل للجون 20 محاوله، انا هنا الوم اللعيبه ان القرارات في الثلث الاخير من الملعب مش احسن حاجه، في ممكن تقول فرديه. كولر ممكن انا شايف ان انا يعني انا وجهه نظري كانت التغييرات كانت تبقى بدري شويه عن كده. أوكي. ممكن كنا نغير في الدقيقه 60 خاصه ان اللعيبه كلها انت الفريق الاساسي زي الاحتياط، يعني رضا سليم لو كان نزل، امام عاشور مثلا لو كان جاهز 100%، اللعيبه عندك دكه كويسه، عندك احمد نبيل كوكا، عندك صلاح محسن، عندك طاهر، فالتغييرات كانت ممكن ما استناش لغايه بعد الدقيقه 80، كان ممكن من الدقيقه 60 خاصه مع الارهاق اللي ظهر على بعض اللعيبه. من ضمن الايجابيات برضو اللي شايفها والتواجد الجماهيري، تواجد الجماهيري النهارده رغم ان الماتش الساعة 5 الناس لسه خارجة من الشغل، شايف ان تلتين الملعب تقريبا في المباراة السنة اللي فاتت كانت اكتر من كده، بس ده برضو ان شاء الله يبقى مع واحدة واحدة تلاقي واحدة كله. واحدة بس انا شايف ان التواجد الجماهيري واحدة من المكاسب. اعتقد صن داونز هيبقى العدد اكبر، وانت قلت لي معلومة النهاردة بس هتكلم عنها بس بعد ما اسمع رأي كريم ايضا في هذا الامر. طيب بس احنا لعبنا سيمبا اربع اشواط خلال ما يقرب من 72 ساعة، افضل شوط فيهم هو الشوط الاول في المباراه الاولى، وده يؤكد ان لعبتنا كانت واخده المواجهه من البدايه بتركيز شديد بكل امان. الشوط الاول اللي هو هناك بتكلم على في تنزانيا ادى الايحاء ان المواجهه سهل جدا، لان الشوط الاول هناك بكل امانه اي لاعب بيلعب في الملعب بدا يحس الوصول لمرمى سيمبا سهل للغايه، وطبعا بخلاف ضربه الجزاء التي لم تحتسب النادي الاهلي انهى الشوط الاول هناك 1-0 وكان قابل ان هو يقدر يضاعف النتيجه. طبعا الشوط الثاني حصل التحول، لان فعلا كان واضح جدا تاثير الشوط ده سلبي على اللعيبه، اللعيبه حسوا ان الماتش فعلا في المتناول وسهل، كورتين ثابتين يعني، وقدروا طبعا سيمبا ان هم يرجعوا في النتيجه وتقدموا. سرعه التعادل، خلي بالك تاني، سرعه التعادل اكد الاحساس اللي عند اللعيبه ان احنا وانس ان احنا ركزنا ويعني استهدفنا المرمى هنجيب جون. التاثير ده كمل معانا في ماتش النهارده. صحيح. بدات بالحته دي عشان اوصل لماتش النهارده. ماتش النهارده واضح جدا 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 جدا، وحضرتك طبعا اكيد يعني هتبقى فاهم الكلام ده اكتر. انا بقالي الاربع ايام اللي ما بين الماتش ده والماتش ده بقول نفس الكلام، يا جماعه من فضلكم انا يا جماعه انا لو مكانهم هبقى كده. برافو عليك. قلت لهم اللعب التجاري. برافو عليك. اللعب التجاري ده كان الكابتن محسن ربنا يديله الصحه كان دايما يقول هذه الكلمه. نعم. في منتخب مصر يقول لك ايه اللعب التجاري. نعم. العب لعب انا عايزك تكسب. ايوه. فاهم؟ وما تبذلش مجهود كتير، كان واضح مع طبعا الحضور الجماهيري الكبير، كان واضح قوي ان الشوط الاول النهارده كان في الى حد ما احساس بالطمانينه، وبرده كان في سنه استعراض، كان افضل ما هوش بس الفكره انت ما بتعملش حسابك او ما تتازم، بدليل كلنا قاعدين بين الشوطين والشوط الثاني لما بدا، سيمبا خلي بالك النهارده برده يعني عمل ما يشبه التنويم في الشوط الاول. صحيح. عمل زون ديفنس، ما بيهاجمش، محسسك ان النتيجه هتؤدي لغايه الترجيح. احنا قعدنا بكل امان قعدنا نسال يا جماعه اكدوا لنا موضوع الهدف خارج الارض بهدفين، الناس ما بتهاجمش، سيمبا ما بيهاجمش، لغايه بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني بدا يضغط عليك من قدام ويعمل هاي لاين ديفنس عشان يخطف، وحتى كلنا قلنا احنا سيناريو الماتش ده عارفينه، بنقعد نضيع 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 وهوب هنستقبل جون في اي وقت. والحمد لله ان الهدف اللي احنا استقبلناه في بدري. توقيت مبكر كان في بس عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن واسالكوا. اتفضل. لا وهقول لكم انا برضو كنت قاعد قلقان بعد ما الهدف دخل فينا؟ لا بجد بكل امانه. اللي مديني شويه طمانينه ان في وقت. حلو يا احمد. لا ما كنتش قلقان. بس انا خلي بالك. ايوه. يعني الكلام اللي انت قلته ده تحليل رائع للموضوع، انه 1-2-3-4 وفعلا ماتش الشوط الاول هناك هو اللي ادانا الطمانينه لغايه اللي من انا بقول لك كلام انا اللي كلاعب كوره شايفه وعارفه. طب. عارف ان انا لما هضغط سنه هجيب هجيب جون. صح. طبعا ده بعد اذن ربنا يا جماعه عشان ما حدش يقول لي ما فيش حاجه. انا بتكلم من منظور لاعب كره قدم في الملعب داخل الملعب. انا عارف ان انا لو يعني بدل ما بجري 50-60% هجري 70-80%. لا هجيب.
خلينا كابتن اسامه اديك خصوصا ان انا سوري خصوصا ان انا بلعب 50 60% بروح للجون كتير قوي. خلينا اديك مثل بسيط قوي من اللي بيحبوا كره اليد على وجه التحديد. كره اللي في مرات كره اليد بتلاقي فريق قوي جدا بيفرق بفرق 7-8 جوان وبعدين وبعد كده يسيب الموضوع. ما بيسيب الموضوع المنافس بتاعه بيقدر يقلص الفارق وممكن يتعادل. وانس ان هو تعادل والفريق الثاني لا 6-7 يرجع يوسع الفرق. هو ده ببساطه في وجهه نظري كانت اكبر مشكله. حتى انا احساسي ان مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عمال ينتقد. ايوه بس انا معلش الناس ما تفهمناش غلط. مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده ان ده صح. لا 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 غلط. لا يعني بنحلل اللي حصل. احنا بنحلل اللي حصل لكن احنا مش ده معنى اللي احنا بنقوله طبعا. ده او الكلام بيقوله او اللي احمد بيقوله او اللي انا بقوله ان احنا موافقين عن ده. اديه على كلامي ان الماتش الجاي مع سان داونز عقليه اللاعب هتختلف تماما لان اسم المنافس هيختلف. صحيح. واحنا بطبيعه للاسف طبيعه لعيبتنا او الرياضيين في مصر يعني اسم المنافس بيطلع النسبه الاكبر من مجهوده طالما ان اسم المنافس كان كبير. ثابت عايز برضو اعرف رايك في التحكيم والحكم نادالا النهارده والحكم الموريتاني دحان اللي كان في مباراه الذهاب. انا يعني شايف ان الحكم نادالا ده مش موفق معانا خالص. انا شايف ان هو ظلم النادي الاهلي النهارده في ركله جزاء واضحه 100% في بدايه الشوط الثاني لكهربا. لو نستعرضها نبدا بالحالات على طول ضربه جزاء دي حادثه مش ضربه جزاء. اه عارف المشكله في ايه؟ المشكله في كهربا ان هو قام يطقطق على اللاعب محترم طبعا وكل حاجه مش قصدي يعني خطه جامده في الضلع بس دي حادثه. مين اللي وصل للكره الاول؟ بالظبط هو كهربا. كهربا لعب الكوره بعدين الحارس دخل عليه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي باينه يعني ان كهربا اللي لعب الكوره الحارس دخل على رجله. بص مالهاش علاقه بالكوره خالص على طول ضربه جزاء واضحه دي من الدقيقه 48. هنا ده مش حجج بس ده انا النهارده كفريق اديني حقي. اديني انا كنادي اهلي اديني حقي. النهارده التحكيم الافريقي ما يطمنش في البطوله حقيقي. استعرض باقي الحالات بعد اذنك. هات الصوره الثالثه برضه هتلاقي الهدف ماشي. دي تكمله اللعبه برضه هنا في الدقيقه 46. هات اللي بعدها هتلاقي برضو الهدف. ليه بقول ان الحكم ظلم النادي الاهلي النهارده؟ الهدف اللي جاي منه فاول لصالح محمد هاني بالكوع صريح. رقم 10 اللي هو سعيدي ضارب محمد هاني بالكوع. اذا المفروض الحكم الفار دي مسؤوليه الفار في اللعبتين على فكره. لو الحكم ما شافهمش ممكن بس الغي الهدف. الفار من حقه ان هو يرجع الكره من اولها. دي مباراه الذهاب يا كابتن اسلام ضربه الجزاء اللي كانت لكهربا اللي ما اتحسبتش من الحكم الموريتاني. فالتحكيم الافريقي ما يطمنش حقيقي. وده اللي انا كنت بسال فيه كابتن عادل انه احنا انا ما عندي خلاص احنا على الاقل ده هتلاقي نفسك عديت. طب ماتش سان داونز هل يحتمل مثل هذه الاخطاء مثلا يعني؟ الفكره ان كمان الشركه الايطاليه هي اللي بتدير البطوله بس مين اللي بيمسك التحكيم؟ الكاف. فانت لا الشركه الايطاليه بتدير البطوله في كل حاجه تنظيميا لكن المسؤول عن التحكيم هو الكاف. فانت النهارده التحكيم الافريقي احنا ليه بنتكلم؟ الاهلي خلاص عدى ووصل نص النهائي. احنا عدينا نص النهائي لكن الفكره ان فكره التحكيم دلوقتي انت النهارده ضربه جزاء في المباراه وفي ضربه جزاء ثانيه برضو مشكوك فيها. احنا جايبين الاكيده يعني اللي كل الناس قالت لك ضربه جزاء اكيده صحيح واللعبه اللي هي جت هدف دي يعني في التحكيم الافريقي عليه جدل. وربنا يعني احنا ربنا يستر بس في التحكيم في ماتشين سان داونز لان احنا شايفين ده صحيح. ده احنا دورنا هنا ان احنا نوضح الكلام ده صحيح. ان التحكيم الافريقي لازم يتعين حكم يكون من حكام الصفوه في مباراتين الاهلي وسان داونز لان هم يعتبروا مباراه البطوله ان شاء الله. كريم طبعا انا متفق جدا مع ثابت في كل اعتقد طبعا في ضربه جزاء واضحه جدا لكهرباء والهدف بتاع بس ما تقولش من الصفوه لانه صحيح جان جاك نادالا من الصفوه. لا هو مش من الصفوه. من الصفوه هو هو مصنف ان هو من الصفوه بس هو مش من الصفوه يعني لكن هو مصنف كبار يعني بما لا جسامه ده كان من الصفوه. ايوه ما طيب ما هو بالظبط أيوة. فما تقول لا احنا عايزين حكم يعني حتى لو ملوش اسم يعني مش قصدي ملوش اسم لكن قصدي ان حكم يديني حقي ويدي للفريق زي جوميز بتاع جنوب افريقيا ده لما كان كنت تسمع اسمه كنت تبقى مطمن. دلوقتي هو نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بالمناسبه جوميز. اتفضل يا كريم. انا بشوف برضه لا التحكيم طبعا كان له اخطاء يعني واضحه في مباراتي الذهاب والاياب. اكيد طبعا الحكم ربما هيرجع بعض الاخطاء للفار ان هيجي يقول لك مثلا الكره الهدف. هو سال الفار والفار قال له ان الخطا لا يعني ما كانش خطا واوكي الكره هدف. هيقول لك اوكي خلاص الفار هنا اكد لي في الموضوع ده. لكن طبعا انا بضم صوت حضرتك ماتش سان داونز لا يتحمل خالص لا يتحمل المشاكل التحكيميه وضع في اعتبار بكل امان. طبعا الثلاث فرق اللي هم بينافسوا واضح جدا عشان شفنا الماتشات كلها الثلاث فرق اللي بينافسوا على اللقب هم الاهلي سان داونز وداد وبيلعبوا في فتره زمنيه قليله
فده يؤكد لك ان في اكيد اخطاء هتحصل وفي حاجات من اللعيبه. ايوه. وفي مواقف صعبه هتحصل، اللعيبه كلها هيبقوا تعبانين. فنتمنى ان من بدايه من دور قبل النهائي يتم اسناد المباريات لتقام تحكيم، يكون هناك مراقبه شديده جدا على الموضوع، ويتم التنبيه. عايزين فعلا نتاكد ونطول في مراجعه الالعاب على الفار عشان الفرق كلها تاخد حقها. وكمان بصراحه بكل امان البطوله لغايه دلوقتي فيها مشاكل كتير، مشاكل تنظيميه كمان النسخه بصراحه جدا. شكلها مش حلو يعني. انت احنا لسه كنا بنتكلم ما قبل الاوف اوف اوف اير يعني عن انه من المحتمل ان تتاجل مباراه النادي الاهلي من يوم الاربعاء ليوم ده لسه طبعا كلام صحيح. يعني لم يتم بس كلام على فكره قوي جدا كلام مش بسيط. لماذا يتم تاجيل مباراه النادي الاهلي وسان داونز الثانيه اللي هي كان من المفترض انها تلعب يوم واحد الى يوم اثنين، يوم واحد اللي هو يوم الاربعاء ليوم الخميس؟ لماذا يعني يوجد مثل هذا الكلام الان يا ثابت وكريم؟ عشان مباراه الوداد كانت الاربعاء اللي هي في دور الثمانيه، ومباراة الترجي برضو تم ترحيلهم للخميس، فعشان يعملوا تكافؤ فرص دلوقتي الاهلي وصن داونز اخذوا يوم راحه زياده، لان الوداد لسه هيلعب يوم الخميس والترجي لسه هيلعب يوم الخميس، فعايزين يدوا يوم راحه زياده كمان للوداد وللترجي. هو بالظبط زي ما ثابت قال، هو للحفاظ على نسبه تكافؤ الفرص. وكمان نقطة مهمة جدا ان هو اصلا هو محدود في وقت، الموقف اللي حصل مع فريق انيمبا ان هم يكونوا مازيمبي الناحية التانية وما يتمش السماح ليهم بالنزول وكده، غريبه بكل امانه، غريبة جدا. عمرنا ما سمعناها في حياتنا. لا انا برضو عندي مشكله يعني، انا حاولت حتى اتكلم مع حد الاداريين عشان انت احنا هناخد تاشيره جنوب افريقيا ازاي؟ اعتقد احس احنا جهزناها خلاص. جهزوا الاثنين. لا المعلومه اللي عندنا جهزوا الاثنين. المعلومه اللي عندي جهزوا الاثنين، ولكن هاخدها اللي انا اعرفه ان في افضل الحالات، في افضل الحالات من 7 لـ 8 أيام عمل. ده اللي هو ما هو انا بقول لك ده لا صح ده كلام انا عرفته مش من كلامي. صح اقصد ان هم اللي حاطين مواعيد البطوله دي، يعني الشركه اللي منظمه البطوله دي عارفه ان البطوله دي كلها على بعضها كده في اقل من شهر، فهو لازم يكون منسق مع الدول. اللي انا فاهمه احنا هنسافر الخميس. انا عارف هنسافر الخميس. اللي انا فاهمه ان حتى الان لا يوجد تنسيق. اللي انا ده الكلام ده امر خطير جدا، مصادر ومعلومات ده يبوظ مصادر. لا ما هو ده اللي خلاني اسال، انه يا جماعه طب انا كده لازم استنى ماتش بترو اتلتيكو وسان داونز يخلص. يعني انا لو هبدا والنهارده خلص، النهارده بالليل اهو النهارده خلص، فانا قدامي بكره الاربع والسفر هيبقى الخميس غالبا بالليل، فانت ممكن لغايه قبل السفر يعني انت قدامك الاربع والخميس نص اليوم. هل من الممكن ان انت تاخد تاشيره في يوم ونص؟ لا. من جنوب افريقيا اللي انا اعرفه جنوب افريقيا بتاخد 20 لـ 25 يوم عمل لليوم العادي للاشخاص العاديين في مثل هذه الحالات والبعثات الرياضيه وبتاع من 7 لـ 8 أيام عمل. بس هي فكره طب ما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل. هو خد لو حضرتك تعالى نعمل كده فلاش باك لبدايه اختيار الانديه، لما هو اختار الانديه وحتى كان في بعض الشكوك في اسم انيمبا، حتى انيمبا. في سان داونز يعني انيمبا نفسه كان عنده مشكله حتى في ان هو كان اعتقد كان جاي بديل اعتقد لحوريه كوناكري. لحوريه كوناكري كان هو كان ساعتها هو متقدم في التصنيف، فطالما انت اخترت انديه بعينها يجب عليك ان انت تكون عندك موافقات زي موافقات حكوميه بتسهيل كافه الاجراءات. لو عندك موافقات حكوميه كان من المفترض ان الفريق ينزل في المغرب. صح صحيح صحيح. المغرب طلعت لسه بيان اتكلمت فيه عن ان لازم 72 ساعه. طب مفيش وقت. عشان كده الافضل ايه؟ الافضل صح ولا مش صح؟ صح الافضل كانت تتلعب في دوله واحده، بحيث ان انت افريقيا غير اوروبا. افريقيا الطيران في مشاكل بالنسبه لان انت تسافر وتروح، عكس اوروبا انت بتسافر في يومين ثلاثه. فالافضل ان هي مثلا اتلعبت في مصر، اتلعبت في المغرب، اتلعبت في انجولا، اي حته زي كاس الامم كده تبقى. على فكره هو ده كان الاتجاه الاغلب، انا فجاه لقيتهم غيروا الاتجاه. هم قالوا عشان الجماهير، بحيث ان الجماهير تبقى ضمان الجماهير ان مثلا جماهير الاهلي موجوده هنا العدد مش هيقدر يسافر، كذلك المغرب الوداد. فهم بس انا شايف ان افريقيا تحديدا الافضل تتلعب في دوله واحده طول الدوري الصغر الافريقي. تشكيل كولر النهارده اللي بدا بيه لو تقدر تقول لنا فكر مدرب سيمبا. تشكيل كولر لو نستعرضه طبعا 4-3-3 حصل التغييرات الموجوده فيه ان عوده عبد المنعم ومعلول ورامي ربيعه ومحمد هاني الاربعه ورا، مروان عطيه رقم 6، الاثنين اللي بيزيدوا ديانج وقفشه وبيرسي تاو والشحات وكهربا. يمكن لو نستعرض بس انا بشوف ان هو لعب 4-2-3-1
قفشه كان بيزيد، قفشه كان بيزيد اكتر، وديانج هو اللي يعني بيتاخر شويه، فكان قفشه دايما وانت بتدافع 4-4-2 قفشه وكهربا هم اللي بيزيدوا، وبيرسي تاو وحسين الشحات على الاطراف، وفي النص ديانج ومروان عطيه. اوكي نجيب اول صوره معانا لسيمبا. سيمبا الشوط الاول تكتيكيا زي ما كريم قال كانوا بيلعبوا كومباكت كريم، دفاع منطقه بال 4-4-2. النهارده هم 4-4-2 سعيدي، وفاجئنا بجون بوكو اللي هو المهاجم الخبره اللي عنده 34 سنه. 4-4-2 دفاع كومباكت ومنظم، عامل رقابه على مروان عطيه، سعيد رقم 10 بيروح معاه مان تو مان. احنا في الاختراق الشوط الاول كان بيعبنا ان احنا كان عندنا بطء شويه في تحضير الهجمه، ما كانش فيه في وسط الملعب حد نوعا ما سريع شويه في نقل الهجمه او التحول من الدفاع للهجوم، والمشكله الاكبر كانت في القرار في الثلث الاخير، في اللمسه الاخيره، قرارات اللعيبه تحس ان في نوع من الاستسهال للماتش. ده اللي كان يعني ان شاء الله اعتقد ان احنا لازم نشتغل عليه عشان مباراه سان داونز. هات الصوره اللي بعدها، هنا هنبص رقابه على طول سعيدي لمروان عطيه، ده ال 4-4-2 الصوره دي. هات الحاله اللي بعدها، هنا برضو فكر كولر كان ان هو عايز يخترق الخمس ممرات زي ما حضرتك قلت، كنت شايف ان قفشه بيلعب قدام شويه جنب كهربا اهو. هنا الخمس ممرات مين؟ حسين الشحات اخر واحد ناحيه الشمال، جنبه قفشه، جنبه كهربا، كهربا هو اللي بيغطي منطقه العمق، وديانج هو اللي بيغطي الحته اللي هو الممر الداخلي اللي هو الايمن، وبيرسي تاو على الخط. فكان بيحاول ان هو يهاجم الخمس ممرات، لكن طبعا كان في فجوه في وسط الملعب واضحه ان احنا بننقل، مفيش واحد بينزل يستلم يسقط عشان نقدر نبني الهجمه. دي كانت مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول تحديدا، ان وسط الملعب كان فاضي، كولر بيحاول يملي الممرات اللي قدام، ولكن في فجوه واضحه في وسط الملعب وفي بطء في تحضير الهجمه. هات الصوره اللي بعدها، هنبص هنا برضو رقم 10 رايح مع مروان عطيه وجون بوكو اللي هو المهاجم اللي هو ابو جزمه حمراء، هو اللي بيراقب دايما الاثنين المساكين، ووراه سعيدي مع مروان عطيه. نكمل الصوره اللي بعدها برضو، هنشوف هنا ده برضو هنا القرارات في الثلث الاخير من الملعب. حسين الشحات لعبه حلوه جدا في الدقيقه 56 لبيرسي تاو. بيرسي تاو لو مركز اكتر اعتقد ان بيرسي تاو لعيب دولي كبير، لو في حالته كان يقدر يسجلها بمنتهى السهوله. هات اللعبه اللي بعدها برضو، هنا برضو بص اربع او خمس لعيبه من النادي الاهلي، والقرار في الثلث الاخير من الملعب مش حلو. دي مش مشكله لعيبه ولا مشكله مدرب، دي مشكله تركيز، مشكله ان انا لازم اكون مركز في قراراتي. مين اللي بيركز؟ اللعيب. التركيز هنا مفيش، لازم ان انا اكون مركز في الثلث الاخير من المكمل. برضو نفس المشكله، مشكله التركيز في او القرار في الثلث الاخير من الملعب لازم يكون افضل من كده. احنا رحنا كتير بس 20 محاوله. لو نستعرض ارقام المباراه هنلاقي ان النادي الاهلي النهارده طبعا سجل هدف، سيمبا سجل هدف، الاستحواذ قدامنا الارقام على الشاشه، الاستحواذ النادي الاهلي اهو 68.4 مقابل 31.6. عشان كده كولر في المؤتمر اتكلم قال ما تقوليش ان الاداء وحش قوي، وانا استحواذي واصل النهارده مستحوذ 68% مقابل 31. المحاولات على المرمى النادي الاهلي عامل 20 محاوله، هنا الرقم السلبي يا كابتن اسلام، 20 محاوله منهم 2 بس صح. ده رقم لا، لازم يا جماعه القرار في الثلث الاخير من الملعب. ما ينفعش في مباراه سان داونز الفرصه النهارده احنا بنضيعها، وقدام مباراه سان داونز الفرصه هيكون ليها عامله زي الذهب في الفرصه قدام في سان داونز. المحاولات على المرمى لسيمبا 8 منهم 2 صح. نسبه الفوز بالالتحامات احنا اكتر 51 مقابل 49. التمريرات 636 تمريره للنادي الاهلي، تمريراتك عدت ال 600 تمريره مقابل 297 لسيمبا. العرضيات 13 عرضيه مقابل 6 لسيمبا. اذا النادي الاهلي تفوق، الارقام بتقول ان هو تفوق، استحوذ، راح على الجون كتير، لكن كان في مشكله في اللمسه الاخيره. كريم، سياسه التدوير اللي بيعملها كولر تنجح في اوقات كثيره، ويعني تؤدي الى لوي البوز في اوقات اخرى. انا امسك اخر جمله حضرتك قلتها اللي هي لوي البوز. الناس دلوقتي الامان بعد الماتش كله الناس زعلانه، معظم الناس زعلانه ولاويه بوزها ومتضايقه من الشكل التاهل للنادي الاهلي المفترض بعد. انا ما بتكلمش على الناس تلوي بوزها براحتها ويعملوا اللي هم عايزينه، ده هم سبب اللي فيه اللعيبه. انا بتكلم على اللعيبه. اللعيبه خلينا نتكلم بصراحه يا مستر كولر، مش في الوقت الحالي بكل امانه مش محتاجين ان احنا نقيمه كمدير فني ولا حتى لا اطلاقا في اي. انا بقول لك انا استغربت جدا النهارده تحديدا في هذا الكلام. الراجل فعلا لما انا متخيله لما جه سال على البطوله، انا نقول مثلا ده في بطوله، فهو افتكر ده بطوله افريقيا.
قال لهم ايوه ما احنا لسه معانا لغايه ابريق. قالوا لا 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 خلي بالك احنا هنلعب بطوله اسبوع وهتلاعب الفرق اللي انت بتلعبها في دور الثمانيه هتاخدهم ورا بعض عادي. اللي هو اصلا انا في وجهه نظري يعني بيقعد مع تيم السكاوتنج بتاعه وتيم التحليل بيقعد اصلا لكل فريق لوحده بيحتاج له شغل يومين ثلاثه. لكن انت تخيل انك بتقول خلي بالك انت هتلاعب سيمبا بعد ما تخلص سيمبا هتلاعب سان داونز في 72 ساعه وهتسافر 10 ساعات وترجع ال 10 ساعات تلعب يوم الاربعاء وبقى خلاص من الاربعاء. خلي بالك بقى فاكر الفاينل اللي انت لعبته في المغرب وعملنا عليه الليله والكلام ده هنلعبه تاني 72 ساعه. فلك انت تخيل الراجل في اسلوب شغله كله اتهد والنهارده بيخترع سيستم. عشان كده انا في وجهه نظري بقول لجمهور النادي الاهلي النهارده بكل امانه في وجهه نظري انا متخيل ان كولر وهو بيخطط المباراه دي مليون في الميه وغصب عنه حاطط في باله ماتش سان داونز. واوعى حد يقول لي طب قلنا بس نستنى الاول. هو بالنسبه له الموضوع مش تفاؤل وتشاؤم زيك انت كمشجع ممكن لا هو بيفكر تفاؤل وتشاؤم. لا هو بيحسب من حسابات تانية خالص وبيحط الموضوع لاسبكتس معينه. فانا بشوف خلي بالك هو نفسيا كمان النهارده بدا يشتغل على اللعيبه. أيوة على بعض اللعيبه يعني ان ده بيديني 50 60% فاعمل كذا فبيعلي فلان. لا وساعات هو لما هيسمع امام لما هيسمع التصريحات دي هيعلى طبعا. وحاجه تانية انا كمان برضو بشيل عندي اوراق تبقى جاهزه 100% لماتش سان داونز لان النهارده اخطر ماتش في المجموعه دي كلها ماتش سان داونز الاوي. ده اصعب ماتش انك بتلعب قدام فريق اصعب فريق في افريقيا حاليا. ماتش هيبقى فيه جماهير كتيره جدا يا جماعه. بس انا ما بلعبش سوبرمان يعني. انا بقول لك انا النهارده استغربت جدا من الكلام بتاع المحللين ما بعد مباراه الاهلي وسيمبا وبعض المحللين ما كانوا بيحللوا ماتش سان داونز وبترو اتلتيكو. يا سلام يا جماعه على اللي بيحصل في ماتش سان داونز. سوبرمان اللي ناحيه اليمين خد الكوره ومشي بيها وعملها سوبرمان. والله العظيم انا ده اللي انا طبعا سان داونز فريق هايل زي ما انت قلت وجيد وبيلعب كوره حلوه وبتاع. بس اديني رقم خده من اخر بطوله خدها في 2016 خدها لما وصل النهائي وكسب نادي الزمالك على ما اتذكر. ولغايه دلوقتي في 7 سنين لم يصل الى حتى نصف النهائي او ربع او يعني الدور النهائي. انت فاهم؟ في حين النادي الاهلي هذا الاسم الكبير، هذا النادي العريق، هذا النادي المحترم، هذا النادي اللي له جماهير كبيره في 6 سنين او في 7 سنين لعب 6 نهائيات وخد 4. هو ده اللي انا بتكلم فيها يا كريم. صحيح لا يخلف على كده يا كابتن اسلام. بس احنا ما زلنا بنشوف طبعا سان داونز ازمته ان هو ما بيقدرش يفنش بطوله. بس بكل امانه برضه سان داونز السنه دي مجموعه اللعيبه اللي جابها يعني هو جاب بلاي ميكر. سمعت الكلام ده السنه اللي فاتت يا احمد؟ طبعا هو نفسه صح؟ ماشي طبعا. وبصراحه برضه خلينا كده ان سان داونز برضه السنه اللي فاتت كان عنده سوء حظ بالغ في الكوره بتاعت الوداد في الدقيقه 85. مالي بقى ماتش سوء حظ بقى انا يعني انا بتكلم اللي خد البطوله سان داونز يا كريم في ماتش بيترو اتليكو اللي في الذهاب. خلي بالك ما ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه تانية. مش قصدي ولكن انا ده فكري ان مفيش احسن من النادي الاهلي في افريقيا مهما حصل. والله ما مختلفين عن ده. بتكلم على فكر كولر وهو النهارده بيخطط لماتش النهارده وهو النهارده غصب عنه وهو بيفكر في المباراه لازم يحط في باله الروتيشن. صح انا عندي مباراه وعندي سفر 10 ساعات حاجه زي بتقول السفر بكره بالليل الوقت مضغوط. عارف حضرتك يا كابتن يوم الخميس السيستم حضرتك بتقول يوم الخميس ده عارف لو حاجه واحده بس حاجة واحدة لا قدر الله حصل فيها تعطيل ولا حصل فيها أي مشكلة برنامج الراجل ده كتغذية وكنوم وككل حاجة كله باظ. هو كنوم باظ يعني. ما أنا كلاعب دلوقتي أنا طالع الطيارة هقعد 10 ساعات في الطيارة فمش هنام قبلها وعايز يتمرن. ده أول ما يعني ده الراجل ده أول ما هينزل الناس دي هتنزل هيسافر خميس بالليل تمام. هو كده هيتمرن الجمعة طبعا. عمره ما هيقدر يجبر ان هو يديله الجمعه راح. مش هينفع صحيح كده هيتمرن الجمعه وهيتمرن السبت عشان يلعب الحد. فاللي انا عايز اقوله ان لازم الناس تحط في بالها. لا انا اسف انت ما بتلعبش مواجهه في الدوري فبعد 72 ساعه هتسافر اسكندريه ولا هتسافر اسماعيليه ولا هتسافر المنصوره. لا انت بتسافر سفر طويل جدا من شمال القاره لجنوبها. فلازم الناس تحط في بالها ان حسابات المدير الفني مختلفه وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنشوف شكل مختلف للنادي الاهلي يوم الاحد. الارقام اللي بعض اللاعبين يا ثابت لو عندك ارقام كهربا الاول. كهربا طبعا هداف البطوله دلوقتي مسجل هدفين وصانع هدف اكتر لاعب مساهم في الاهداف. بصراحه كهربا له دور كبير في تاهل النادي الاهلي. النهارده عمل ماتش برده كويس احرز هدف في دقه تمريراته 83.3 عمل 4 محاولات على المرمى منهم واحده صح التمريرات 12 تمريره صنع فرصتين يمكن وقع في التسلل 4 لان هم كانوا بيلعبوا على مصيده التسلل وفاز بالالتحامات دي اللي محتاج بس كهربا يزودها شويه حته الالتحامات 2 من 8. برضو معانا ارقام الاجنحه ومعانا ارقام وسط. نبدا بوسط الملعب النهارده نستعرضها. وسط الملعب مروان عطيه عمل 101 تمريره دقه تمريراته 90.1
قفشه 66 لو نستعرضها هنا 66 تمريره دقه تمريرات 84.8 ديانج 61 تمريره بنسبه دقه 90.2 يعني اكتر واحد عمل تمريرات مروان عطيه اكتر واحد عمل تمريرات طوليه مروان عطيه برضو 4 تمريرات طوليه نيجي بقى للالتحامات الثنائيه برضو 7 من 11 يمكن ديانج النهارده كان اقل واحد شويه يعني ما كانش موفق شويه فاز بالالتحامات 1 من 5 التمريرات الطوليه واحده بس لديانج صناعه الفرص واحده لقفشه واحده لمروان عطيه التاكلينج الصحيح برضو مروان عطيه اعلى 1 5 قفشه 3 ديانج مفيش التدخلات الدفاعيه لمروان عطيه 4 رغم ان كل الارقام بتقول ان مروان عطيه كان افضل الا ان مروان برضو كان محتاج تركيز في كره الهدف اللي دخل فينا كره الهدف اللي دخل فينا كان بدايته من عند مروان عطيه تمريره بالخطا من مروان ارتدت في المساحه اللي ورا محمد هاني نجيب برضو الارقام بتاعه الاجنحه النهارده اجنحه بيرسي تاو وحسين الشحات ادي حسين الشحات عمل ماتش كويس محاولاته 3 محاولات منهم محاوله واحده صح عمل عرضيتين صح صنع منهم ثلاث فرص في الماتش وده رقم كويس بيرسي تاو ما كانش موفق الارقام بتقول ان هو راح 4 محاولات على المرمى محاولات صحيحه 0 من 4 صناعه الفرص فرصه واحده بس وقع في التسلل 3 مرات بالنسبه للالتحامات حسين الشحات 3 من 11 اما بيرسي تاو 7 من 14 يعني الارقام بتقول ان مروان عطيه كان كويس في وسط الملعب بتقول ان حسين الشحات كان كويس في الاجنحه اكتر من بيرسي تاو برضو بالنسبة لكهربا كهربا يعتبر واحد من أحسن اللعيبة في النادي الأهلي في البطولة كريم الأجندة المباريات بالنسبة لمارسيل كولر بالظبط دي كنا بنتكلم عليها وحتة النهاردة الراجل بيحط في اعتباره أن أنا النهاردة أكيد التارجت بتاعي أن أنا أوصل للفاينل فأنا هوصل للفاينل بمين هيعمل إيه بالظبط وحاجة تانية بقى نقطة مهمة جدا جدا يا كابتن إسلام ان احنا النهارده ان شاء الله يوم الاحد احنا عندنا عوامل جديده هنلعب الساعه 7 واحد طبعا ماتش الساعه 7 اكيد بالتوقيت الجديد التوقيت ان شاء الله هيبدا من مساء الخميس فباذن الله احنا ماتش يوم الاحد الساعه 7 دايما سان داونز في ترتيباته للنادي الاهلي دايما كان بيحط من اساسيات اللعب مع الاهلي الساعه 3 العصر حتى اي اوزو اي نادي اي نادي مش من افريقيا بيلعبوا 3 العصر ليه عشان انا عارف ان لعيبه شمال افريقيا بيلعبوا دايما في بلدهم متاخر وبالتالي بيتاخروا في عمليه النوم وبيبهدل لهم اليوم بتاعهم الحاجه الثانيه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها وهي حته ان سان داونز كمان النهارده تعرض لحاله طرد لواحد من المدافعين الاساسيين بتوعه مافالا ومافالا عايزين برضه نبقى واضحين مكوينا بيلعب السنه دي بثلاثه ورا بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه غياب مافالا هيجبره ربما في وجهه نظري لتوظيف لاعب اخر في المكان ده بس وضعا في الاطوار بكل امانه السنه دي هتشوف لاعب مع سان داونز اسمه مندييتا هو اسمه على اسم اللاعب الاسباني الشهير مندييتا كان بيلعب في برشلونه وفالنسيا في نهايه التسعينات مندييتا لاعب بيبقى معاه دايما على الدكه لعيب خطير بكل ما تعنيه الكلمه في صناعه اللعب لعيب عالمي رؤيته في الملعب ممتازه مع وطبعا مع عوده سيرينو بقى بيلعب دلوقتي معاه بشكل اساسي وبيلعب بشكل مميز جدا وبصراحه انا السنه دي لما اتفرجت على سان داونز كل امان حتى في ماتش الدوري احلى من السنه اللي فاتت عندهم الجزء الامامي اختراقاتهم بقت يعني بيثقوا في نفسهم هتعمل زون ديفنس هتحط 2 هاف ديفندرات قدام 3 مدافعين هخترق من العمق يعني هخترق من العمق بصراحه بس هو صح ولكن لو اتكلمنا عن سان داونز من الناحيه يعني الناحيه الاخرى هتجد ان سان داونز كل الكرات العرضيه ممكن تخش فيه جوان هتجد ان عنده مشاكل كبيره جدا في الباكين اللي موجودين هتجد ان عنده مشاكل كبيره جدا في بطء الثلاثه اللي بيلعبوا ورا هتجد ان عنده مشاكل كبيره جدا في وسط الملعب اللي هو رقم 7 أو 8 مش فاكر الرقم بالظبط اللي هو رقم 6 يعني اللي هو مكوينا ومارسيلو لين مديبة 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 ده واحد ده اصلا باك ليفت ما انا بقول لك انا بشوفه ان هو وظفه خط وسط مع انا بشوف ان هو واحد مع لاند مع لاند بتاع تشيل ومن الثغرات الكبيره جدا جدا في هذا الفريق هايل هجوميا بس مهم ان المجموعه دي دلوقتي كده بقى لها اكتر من 3 سنين تلعب مع بعض دي نقطه حاجه طبعا يعني ادرى عارفين في الحته دي الانسجام طبعا هو بيدخل لاعب او 2 بس جداد طبعا المجموعه دي بقى لها 3 سنين بتلعب مع بعض وبتتعلم برضو فرقتنا برضو منسجمه بالظبط بقى لا بس احنا باستثناء رضا سليم بس رضا سليم انسجم يعني رضا سليم امانه بكل امانه بنتكلم على لعيب انسجم معانا خلينا نروح نحلل الهدفين بسرعه يا احمد بالنسبه لهدف النادي الاهلي هدف النادي الاهلي لو نستعرض الصور صور الاهداف
هنلاقي ان الهدف اتعمل، هاتوا من الاول احسن، في صوره من الاول، السويتش الثلاثي اللي احنا كنا بنتكلم فيه ما بين قفشه وما بين الشحات وما بين معلول عشان يطلعوا معلول، اتعملت 1 2 ولعبت لعلي معلول، علي معلول عمل الاوفر لكهربا اللي بيتحرك، كهربا هنا سرق المدافعين، اتسحب ورجع ونزل لتحت شويه عشان يفضي نفسه وقدر ان هو يحطها. طيب الهدف اللي دخل بشكل كويس، الهدف اللي دخل فينا هو الهدف جاي من خطا من مروان، رغم ان مروان عطيه قدم مباراه كويسه بس كان هو اللي عامل التمريره دي اللي بالغلط دي في الشوف دي اخر 66 عملها تمريره غلط اتقطعت في وسط الملعب وارتدت هنا الفاول بتاع محمد هاني وبعدين راحت او مشت ايوه اتعملت بالعرض هنا يا كابتن اسلام. السلبيه الموجوده اللي احنا محتاجين نطورها هي المشاكل في الكرات العرضيه. النهارده انت داخل فيك 3 اهداف في ماتشين بس خلي بالك برضه ثابت هنا عشان هاني كان واقع على الارض هاني لو مش واقع هياخدها على صدره بصراحه بس انا اول ما انا ما كنتش واخد بالي يعني انا بصيت على الكره وهي بتترفع الاوفر فانا بصيت كده الكره اوفر ايه ده هما واقفين فاضيين ليه ده مكاني انا عارف ان انا الحاجات اللي زي دي هعمل ايه يا اما هلعبها بصدري للجون يعني الكره اوفر يعني استحاله يكون دفاع الاهلي فيه 3 هياخدوها بس في برضه هدفين دخل من كرات عرضيه في الذهاب اذا في مشكله كرات ثابته ان احنا الكره اللي هي الضربه الركنيه والجون الثاني كانت كره متحركه انت عندك مشكله في الحته دي لازم ان احنا نطور الاداء الدفاعي بالذات الرقابه الوقائيه قدام صن داونز. صن داونز انا الفرق ان صن داونز انا شايف ان عندهم مشاكل دفاعيه احسن لاعب في صن داونز مين؟ ويليامز حارس المرمى لما يبقى احسن لعيب في صن داونز ويليام ده دليل ان الفرقه عندها مشاكل دفاعيه. ويليامز ده بيشيلهم ده ماتش بيترو اتلتيكو الشوط الاول يعني شال 3-4 كان رجل المباراه شال ضربه جزاء. طيب كريم دوري السوبر بالمشاكل اللي فيه التنظيميه والتاجيلات هل من وجهه نظرك هيفضل بالشكل ده؟ يعني بصراحه احنا عندنا 72 ساعه قليل جدا يعني بصراحه احنا البطوله عارف حضرتك اللي هو ايه يلا يا جماعه عايزين نعمل بطوله ونخلص بطوله ونخلص. انا احساس طبعا انفانتينو والدعم طبعا البطوله واخده دعم كبير جدا جدا من الاتحاد الدولي الفيفا واضح قوي حتى ماليا واضح جدا جدا هي مسج اصلا لاوروبا كل ما خلينا نتكلم في المنظر ده خلينا نتكلم في بعض في التنظيم يعني لكن تنظيميا ما هو طبعا ما هو التسرع في الاجنده والتسرع في حاجات كتيره خلى في مشاكل اداريه منها. وبعدين انت مثلا بيترو اتلتيكو نعم ما لسه لم يلعب اي مباراه حتى الان في الدوري الانجولي صحيح المفروض حتى توقيتها صحيح ما هو كمان خلي بالك عشان تنظيميا كان هو محتاج انه يلعب المباريات دي في ملاعب شكلها كويس عشان كده مثلا فريق زي مازيمبي اكبر ان هو يطلع من معقله ويلعب في تنزانيا قدام الترجي فتاني لا البطوله بصراحه في النسخه الاولى فيها كم مشاكل كبير جدا جدا اذا هم حبوا ان البطوله دي تكمل يجب ان يتم تغيير السيستم سواء هتلعبها دوري مجمعه او تعمل بقى دوري على طول الموسم دي حاجه ثانيه. بيقول لك 24 فريق السنه الجايه مش عارف تمام اوكي ماشي ازاي الغي بقى دوري افريقيا والغي الكونفدراليه غريبه جدا مش هينفع بقى الكلام ده زي كاس الامم العب بقى بطوله طول الموسم زي الدوري بس الغي التانيين دول مش هيبقى ليهم مكان في الاجنده بتاعتك. طيب اخيرا بقى سؤال لحضراتكم يعني مين طرفي المباراه النهائيه ان شاء الله؟ ان شاء الله بدري جدا الاهلي والوداد. انا اعتقد الاهلي والوداد نتمنى ان نرى المباراه النهائيه ما بين الاهلي والوداد وانا برضو بتخيل طبعا مره ثانيه صن داونز فريق قوي وفريق هايل وفريق رائع وكل اللي حضرتك عايز تقوله قوله زي السنه اللي فاتت بالظبط. قال لك اصل صن داونز يا جماعه والله العظيم شفت كده يعني انا فضلت ساكت 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 من كتر الكلام بعد كده في الاخر لما الاهلي خد الدوري قلت لهم يا جماعه قال لك صن داونز عنده ال 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 التيم بتاعه او تيم الجهاز الفني يعني 30 واحد في الجهاز الفني واحد مختص بالجزم والله قعدوا مش قعدوا يقولوا كده السنه اللي فاتت 32 او 34 واصل واحد مختص بالمش عارف ايه وواحد مختص بشعرهم وواحد مختص بالنضاره وواحد انا بقول اي كلام يعني فاهم فانا قصدي اقول لك 5 محللين اداء واحد تغذيه وثلاثه بدني على فكره كويس جدا وكل حاجه ولكن وبعدين ايه اللي حصل؟ هم بيحاولوا يواكبوا العلم ودي حاجه برضو تحترم بس هم ما عندهمش شخصيه البطل الموجوده في النادي الاهلي من الاخر وعمرها ما هتبقى موجوده شخصيه البطل دي بتتكون عبر سنوات وخبرات وحاجات كتيره جدا وجمهور في ظهرك و70 80 مليون واحد وشعبيه كبيره في افريقيا كلها وحاجات كتيره جدا يعني اللي انا اقصده في النهايه فريق جيد وفريق هايل وكل حاجه ولكن ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان
يتخطى هذه هاتين المباراتين ده في اقل من اسبوع كل حاجه هتكون خلصانه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا، والف مبروك صعود النادي الاهلي دور الثمانيه او الدور قبل النهائي انا اسف في بطوله الدوري الممتاز الافريقي. شكرا يا كريم. شكرا كابتن اسلام. بس كلمه اخيره طبعا يعني ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين طبعا. ويعدي عليهم الايام الصعبه دي ان شاء الله، واحنا اكيد طبعا قضيه فلسطينيه مش قضيتهم بس، دي قضيه مصر كلها حقيقي. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الايام القادمه في التحضيرات لهذه المباراه الصعبه جدا، مباراه نادي سان داونز. ولكن هي مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن ان شاء الله بمسانده ودعم جمهور النادي الاهلي اذا يستطيع النادي الاهلي ان يصل الى ابعد 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 نقطه حضراتكم تتخيلوها بمساندتكم ودعمكم الدائم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.